يا مساء الفل والهنا، ما تبصليش كده بضحك. انا اسف، انا افتكرت الدخله يا ابني. عايزين نبتدي البرنامج. اتفضل. ايه ده؟ في ناس يا جماعه دمها خفيف جدا وتحب كده تتونس بيها، يعني ناس تظهر في حياتنا فيجددوا دمنا ويغيروا فكرتنا عن الضحك التقليدي اللي يمكن اتعودنا عليه سنين، وييجوا ياتوا بحاجات طعمها حلو قوي في الضحك وشبابيه وفريش كده وجميله. فمن الناس دول مثلا، مش مثلا يعني، الاساتذه الاستاذ هشام ماجد والاستاذ شيكو علامات من علامات الضحك في هذا الزمان. فكنا قاعدين بنناقش من شويه كده انهم خففاء الظل، خفيفين الظل، خفوفون الظل. فقعدنا نقول يعني زيزو بقى ايه السكريبت رايتر بتاعنا قال لك خفه الظل دي جايه من ايه؟ ايه بقى؟ ايه؟ عشان انتوا مهندسين. ماشي، قولي ايه بقى. ان الظل زمان كان بيتقاس، الوقت كان بيتقاس بالظل. طبعا يعني كان في عصايه كده يحطوها وتعمل انعكاس على الارض، البتاع الظل يطول يبقى احنا الصبح، يقصر يبقى احنا داخلين على الظل، مش عارف ايه، مش كده؟ يعدي الناحيه الثانيه. صح. ملهاش علاقه بالهندسه بس. صح. والله ما دي كليه اثار، دي كليه اثار ملهاش تنجيم. بس معاكي يعني. تمام. طيب بس لا يعني عايزه، زيزو كان عايز يقول يعني ان البني ادم خفه ظله شربطاته تقاس بخفه ظله، ان وانت قاعد معاه الظل ده يجري بسرعه، يعني ما تحسش بالوقت، يعني كل الليله كل البتاع ده عشان نقول كده تحسش سريع الظل، يعني خفيف الظل سريع. والله انت اللي عسل. الله يخليك. يا رب يا حبيبي. يا حبيبي. الهشامان. لهو انتوا ما تعرفوش انهم هشامان؟ هشامين؟ هشامون؟ يعني ايوه، اندوك هشام وده هو هشام، واحد ماجد وواحد محمد، وتقريبا التطابق ده قدرهم يا اخي. ما تعرفش الواحد فيهم تاريخ ما يكونش التاني فيه حاضر وموجود ومشارك في نصه تقريبا. حالة فنية نادرة جدا تقدر تتكلم فيها عن واحد وتبقى بتتكلم عن التاني عادي جدا. نفس سنة الميلاد، نفس الجامعة، نفس الكلية، نفس الفرقة بيشجعوها، نفس الهوايات، نفس البدايات، نفس الانطلاقة والنجاح وحتى الإخفاقات. تقولش يا أخي فولة واتقسمت نصين؟ هو مش نصين قوي يعني، اللي هي اتقسمت نصين بس ما تركزوش في الحجم قوي يعني. شيكو وهشام اول ما شفناهم على السوشيال ميديا. زمان ما كانش فيه بقى سوشيال ميديا، ما كانش السوشيال ميديا اصلا. كان اتكلم انت ولا مشفر؟ لا ما كانش فيه سوشيال ميديا، كان الموضوع لسه، كانت الحاجات اللي كنا بنعملها زمان كانت بتتنقل على الهارد ديسك وبتاع، ما كانش فيه. امال انا شفتها ازاي؟ انا كانت بعد كده بقى الكلام ده. اخر فيلم عملناه واحنا في الجامعه كان سنه 2001. كانش فيه يوتيوب. ده كان بشريط فيديو. نهين اللي انت كنت مقلد فيه السقه ولطع بتاع كبيره هنا كده. ده 2006. لا يا راجل. ده 2004. ده بعد ورقه شفره؟ تاريخي كبير. لا ده قبل قبل ما نبدا نمثل يعني، كان اخر مرحله في مرحله الهوايه بقى. كان فيلم اسمه عافيه، كان سبوف على مافيا. وكان شيكو عامل احمد السقا طبعا. مبتذل. اخر مره عمل اكشن فظيع. ليه عندكم منه حاجات ده مش كده؟ موجود على اليوتيوب. صح، عايزين نشوف الحته بتاعه السقا. دلوقتي انتوا قبل ما يعني هنرجع ونروح ونيجي، عشان انا ليا معاكم علاقه خاصه جدا مع اول فيلم. لكن انا عايزه ابتدي باخر حاجه بتعملوها اللي هي اللعبه. هتكلموني بقى، انتوا داخلين تعملوا مسلسل لذيذ وسمعته باينه من فايحه يعني من بدري ان هو شربات، فاحكوا لي عنه ايه بقى. هو لعبه بجد يعني. هو المسلسل وهشام احنا طالعين في المسلسل. إيه؟ قول ومش هضربك. قول ما تخافش. طالعين في المسلسل. انا بتكلم يتكلم هو. لا ما اعرفش، بحس ان هو يشرح. انا بشهدك بس عشان ثالث مره مش غلط والله العظيم، عشان الناس تحب المسلسل. اشرح صح. انا وهشام طالعين في المسلسل يعني اتنين اصحاب من هم صغيرين قوي، وبيهزروا مع بعض هزار تقيل من هم صغيرين يعني. هزارهم كله غلس كده، وبيحسبوا بين بعض سكور دايما وبتاع. لغايه ما بيكبروا حد بيبعت لهم موبايلين عليه جيم، بيدخلهم هم الاثنين في جيم، بيخسروا كل يعني، بيقعدوا بقى يلعبوا انا وهو قدام بعض، وندخل عائلاتنا احنا الاثنين. احنا الاثنين متجوزين ومخلفين وعندنا حماتنا. كل يوم في تحدي يعني. كل يوم في تحدي جديد بيدخلنا. حرق المسلسل. لا ليه حرقوا دلوقتي؟ ما هي اللعبه هشام بيموت في الاخر. كمان ده اللي ناقص تقول. لا تحدي بيدخلنا في حاجات كده قدام بعض، بنقعد
نغلس على بعض، وفي الاخر بقى العيلتين كل واحد عيلته بيخش قدام بعض، طب الموضوع بيكبر مننا قوي يعني. فهي لعبه يعني في الاخر. فكرتوني كان جاري في المهندسين استاذ محمد عبد العزيز المخرج، كان ساكن تحتي، فعمل فيلم جديد فيه سسبنس وقفله سسبنس يعني. فايه طلع فيديو، فقلت له ابعته لي، ونبي يا محمد ابعته لي. قعدت اتفرج عليه، لسه بتفرج، بعت لي الست اللي بشتغل معاهم وقال لي عنده ضيوف وهات الفيلم. قلت لها لسه ما خلصتوش. فنزلت ورجعت قالت لي لا الناس عايزه تمشي وعايزين يشوفوا الفيلم. قلت لها يا بنت ما خلصتوش. قالت لي طب قالوا ما دي حكام اللي هي اللي قتلت. عشان من الاخر يعني مش لازم تشوف. فانت عملته كده بالظبط. طيب ده احنا في رمضان ان شاء الله. في رمضان ان شاء الله. مين نجوم معاكم؟ في احمد فتحي طبعا. معك هشام طبعا. وفي شيكو. وفي وفي ثروت محمد ثروت. وفي في مي كساب، وفي مرنا جميل، وفي عارف عبد الرسول، وسامي مغاوري، وطبعا بيومي فؤاد طبعا. وطبعا بيومي فؤاد طبعا. واحمد فتحي اكيد طبعا. احمد فتحي طبعا قلناه. وبس واخراج معتز التوني ده اصلا. طب يعني شكرا. بهدله ده الموت بقى. طيب اخر حاجه عملتوها كانت خلصانه بشياكه في التلفزيون. كانت مفاجأة برضو للناس ان انتوا بعد ما انفصلتوا عن احمد فهمي وبقيتوا دويتو، ودويتو لذيذ جدا برضو من الحب المغامرة، رحتوا عاملين مع ميكي خلصانة بشيك. فظروف المسلسل ده وطبعا كواليسه المهببة بهباب اللي اكيد عملت فيها كواليس اكيد يعني طبعا. احكي لي ازاي يعني الفكرة جت هل اننا نفضل دويتو ولا نلعب مع ميكي، ولا نلعب مع ميكي ونفضل دويتو، ولا ممكن نتفرط عقدنا ونرجع، يعني ايه لا هي ما كانتش مقصودة يعني ان احنا بعد ما انفصلنا ان احنا نعمل حاجه مع ميكي او حاجه، بس هي الفكره نفسها جابها لنا هشام فتحي المخرج وعمرو اسماعيل منتج المسلسل. هي الفكره نفسها اول ما بتتقال كده بتخضك، بتستفزك كده ان انت تبقى نفسك تعمل حاجه كده، وفيها ديكور فظيع، وفيها عالم بعد 40 سنه ومش عارف ايه. فهي ده اللي استفزنا خلانا نعملها، بس من اكتر الحاجات اللي الواحد اشتغل فيها وكان مبسوط في الكواليس بتاعتها. الشله لوحدها الواحد متخيل اللي طبعا عشان. ميكي ودينا واسقس وويزو وهشام فتحي وطيمور يعني ويزو مش عارف كتير يعني كل التركيبات. لا افظع حاجه كانت ايه؟ لان انتوا كنتوا اكستيرير طول الوقت يعني معظم الوقت الخروج افظع ده حاجه الحرب اللي في الاول دي صار في الحزام الاخضر ده في جوه على بعد نص ساعه جوه. وكنا كل الممثلين تقريبا ومعانا كميه اكستراز غير طبيعيه. وكان جري بقى هيستيري وحاجات اتصورت في كتير خدت كذا يوم يعني حلوين يعني. كان نفسه تقيل اللي بنلبسه وبياخد ميك اب كتير وكده. كل واحد يقول لي احلى حاجات ليه عشان نشوفها تاني نستعيدها يعني. انا بحب دوري كله في خلاص انا مش شاكه. ما اكيد كل واحد فيكم بيحب دوره لانه غريب ومتفرد وطعم الضحك لذيذ جدا. لا انا اللي كان غريب عليا ان انا كان في السكريبت المفروض ان انا طالع ابن واحده محاربه قديمه ست وبتاع، وكاتبينه في الورق ان مش انا اللي عامله، انا مش عامل ست يعني. انا من الحاجات اللي مش عايز اعملها في حياتي ان انا اعمل ست يعني في بتاع، بحسها غريبه يعني. وبعدين لقيت هشام اقنعني ما اعرفش ازاي ان انا اعمله، وعملته بحب جدا المشاهد بتاعتي انا وانعام سلوسه في بتاع، وانا عامل امي في الحلقه. وانت؟ انا بحب اللاين بتاعي مع نيفيهان مع ملك بورا. كان من ساعه ما كانت في معسكر البنات، وبعدين هربت ولبست راجل وفضلت عايشه معانا على انها راجل، وبعدين انكشفت يعني اللاين ده كله. استنى انت عملت فيها، انت عايشتها معاك انها راجل عشان ميكي. بس انت متجوزها او مش متجوزها ولا وانا عارف طبعا كنت عارف عشان الدبدوب بتاع البنات. وهو اخويا كل ما يجي افهمه ان هي واحد صاحبنا معانا في المعسكر الروسي وقاعد معانا ومش عارف. انا بحب الجزء ده. لاي مدى ممكن تتدخله او تضيفه في الورق في الضحك؟ هو احنا بطبيعه الحال عشان احنا اصلا بنكتب حاجاتنا طول عمرنا، فغصب عننا حتى يعني المسلسل كان ليه مؤلفين وشغالين عليه، بس احنا بتلاقينا كل يوم انا وشيكو وميكي كنا لازم فيك قاعده بينا مثلا، قعدنا مثلا بتاع 5-6 شهور كل يوم قاعدين في المكتب 6-7 ساعات بنشتغل على وتجيبوا فكره طلع. ممكن يعني ممكن واحد يقول فكره يتخلق لها ديكور وشخصيه وكده. طبعا طول الوقت احنا لما رحنا تحصل في وسط التصوير اصلا ساعات ممكن احنا اصلا لما رحنا لما حكولنا عن الفكره ما كانش في ادوارنا اصلا، ما كانتش موجوده لو النب ما كانتش موجوده. فقعدنا مع الكتاب وقعدنا نشوف الكاركترز ممكن تبقى ايه وبتاع، وعملنا كده ورمونا انا عند الستات بقى.
طيب حمله فريزر مش جديده عليكم حكايه ان الديكور مش عارف ايه والاتموسفير بره و40 سنه والكلام ده، انتوا طول الوقت في افلامكم في شيء جديد خالص غير تقليدي. يعني حمله فريزر برضو هب جنون وهبل البرد ده هبل الهبل ده فين عملتوه؟ الجزء بتاع مصر اتصور في مصر عادي، وبره كان فيه جرافيكس، وبره صورنا في كرواتيا على انها ايطاليا على انها روما. والغريبه ان كرواتيا عندهم بتاع الكولوسيو ده زي بتاع ايطاليا، اصغر شويه مش باين لما تقف من بعيد، بس عندهم واحد زيه بالظبط. وكرواتيا بتصور فيه حاجات يعني جيم اوف ثرونز ده بيتصور في كرواتيا بتاع المكان دلوقتي الناس كتير بتصور فيها. وتصور فيها حاجات مصر كتير قوي. انا يعني حاسه انهم خلاص عارفين يتكلموا عربي من كتر ما احنا وفعلا لما رحنا هناك كانوا بيسالوا على استاذ محمود عبد العزيز الله يرحمه، صور حاجه هناك، صور معاهم كتير، واستاذه ناديه جندي برضو صورت حاجه هناك. حمله فريزر ده بالذات تصويره بقى كان صعب جدا، لان احنا بنصور ان مصر تلج، واحنا بنصور في شهر 8 فعليا يا عيني، فاحنا بنلبس مثلا بلطو ثلاث حاجات فوق بعض والجو حر شنيع، وبنصور في الشارع في شهر 8 فكان فعلا الواحد وليه ثلاث حاجات فوق بعض البلطو ما يبقى اصلا عندي مشكله الهدوم دي، هو عشان يبقى شتاء وصيف يقولوا لي البسي بلوفرات يا عم ما بلطو خلاص كفايه مش لازم اموت، بس انت بقى عشان تثبت للناس ان درجه الحراره 25 تحت الصفر فمحتاجين هم يبقوا شايفين كذا ليه طبقات لابسها. ده انا اتحريت اهو بالكلام لا وانا اصلا بعرق يعني انا ما بحطش مكياج في التصوير عشان كده عشان بحرق كتير والله بموت. الحاجات الحلوه دايما تكمل بعضها، لوحه حلوه ما تكملش من غير برواز، كلام حلو ولحن حلو يكملوا اغنيه احلى من الاتنين، كحك حتى ما يكملش غير بالسكر. وفي الفن كمان نلاقي على طول تاريخ السيما والدراما ثنائيات، وجودهم سوا كان سر سعادة الجمهور وسر لمعانهم. مثلاً في بلاد برة تلقى الثنائي المبدع زي لوريل وهاردي، وفي بلاد جوة خد عندك مثلاً سمعة والشاويش عطية، دكتور شديد والخواجة بيجو، عبد الموجود وكبير الرحمية جبلي، غير الأساتذة بقى مات بولي والمهندس والعمالقة المليجي وفريد شوقي، وطبعاً الزعيم عادل إمام والغول سعيد صالح. هو شكل كده، أصل الكوميديا تحب اللمة، مفيش أحلى منها لمة. أكيد وأنا قاعدة قدامكم لأن إحنا تقابلنا قليل قوي، والحقيقة أن أنت كان المفروض تيجوا يعني أستضيفكم بقالي فترة، بس أنتوا عندكم الرعب من البرامج ما اعرفش ليه، فالحمد لله ان اقنعناكوا اخيرا يعني مش فاهم قاعدين مالوا مقابلين. هو ده مش برنامج مش برنامج مش كده مش برنامج صح ايوه مش برنامج. وهناكل بقى ونلعب وحاجات من دي ايوه فك كده. طب اتعرفتوا على بعض ازاي؟ يا خبر من اكتر من 20 سنه فعلا. انت بتتكلم بس ما كنتش بحبه، بص انا كنت بشوفه في النادي، نعرف هشام ما كنتش بحبه، كان هو لسه كان قصير عن كده كتير ونفس الحجم ده كان اطول منه، تخيلي هو قصير ونفس الحجم ماشي، وشعره كان طويل وعامله اللي هي كانوا مسمينها سبانيش اللي هو يرجعه لورا ويلزقه كانت موضه جل تقرف موضه مش بمزاجي فاهمه. هو بقى كان عامل ازاي عشان قول بقى يا سيدي. هو بقى كان عيل اصفر كده في النادي، احنا الاثنين في نفس النادي، عيل اصفر كده تحت عينه عامل كده لسه اصفر وعينه خضره، شكله مستفز جدا، شكله تنح جدا يا هشام زي ما حضراتكم شايفين زي ما انا. لا هشام غمق شويه على فكره، هشام وهو صغير كان اصفر من كده. ايوه انا فاكره في الاول كان اشقر عن كده صح اصفر وبعدين طيب انتوا بتستغلسوا بعض، بنشوف بعض في النادي يعني انا ماليش فيه خالص وهو ملوش فيه خالص حتى ما اعرفش اسمه يعني. وبعد كده دخلنا هندسه القاهره ففي التنسيق. لا مش لعبتوا بلياردو الاول ولا يعني اتقابلنا بنشوف بعض في حتت بقى يعني لانه كان في بينا اصحاب مشتركين كده، واحنا كنا بنلعب بلياردو في حته وهو بيلعب بلياردو في نفس الحته فبنشوف بقى هم الترابيزتين ما فيش غيرهم هم يعني النادي والحاجات اللي حوالين النادي، فايه بنتقابل كل الناس اللي في النادي دول بيتقابلوا في حتت بره تمام. فدخلنا هندسه الاول قابلت واحد في واحنا بنعمل التنسيق ده بتروحي الاول تدفعي المصاريف مش عارف ايه، قابلت واحد لذيذ جدا اسمه محمد ابو شيبه صاحبنا ربنا يمسيه بالخير بقى فايه وقفت معاه وهزرته وبتاع، لي انت منين؟ قلت له انا من الدقي. لا منين مش عارف ايه حوالين نادي الصيد، بجد والله انا من نادي الصيد، تعالى نهزر كده ومشيت يعني. وبعدين قابلت محمد ده في النادي بالصدفه مره فواقف معاه بسلم عليه قبل ما نخش بقى لسه ما دخلناش الجامعه، فهشام عدى من ورا كده وسلم على محمد قال لي على فكره هشام هيبقى معانا في هندسه
جات له هندسة القاهرة، قلت له والله طبعا قفلت لان انا اسمي هشام فانا اكيد هلبسه. انت اسمك هشام؟ انا اصلا اسمي هشام، قلت اكيد هلبسه حاجة بس ولبسته فعلا. دخلنا دخلت السكشن الفصل يعني، بصيت كده لقيت ناس كلها اشكالها غريبة في بتاع معرفش اي حد، لغاية ما لقيت هشام عارفه فبالصدفة قعدت جنبه يعني. بس مسكنا واحد انا وهشام بقى قدامنا شغل اربع صفوف كده قاعدين ولا سامعين المحاضره ولا بتاع ولا لينا في الكلام ده. مسكنا واحد قدامنا قعدنا نشتغلوا لمده غير طبيعيه وقعدنا نرسمه ومش عارف ايه. وقع وقع يا عيني. كنا احنا في الفتره دي يعني في كنا غلسين غلسين قوي في الحاجات دي يعني، ممكن نخرج خروجه بحالها علشان نجيب حد نشتغله طبعا ما حدش يعملها يعني حاجه وحشه قوي، حاجه وحشه خالص. بس ده اللي خلانا نمثل بقى، نسيب الموضوع ده بقى يعني بدل ما بنمثل على الناس تعال ما تيجوا نمثل احنا بقى بجد. فابتدينا نعمل افلام كده يعني. بس كان في شويه شر طلع علينا. ايوه بس انتوا في الهندسه انتوا قابلتوا احمد فهمي في الهندسه صح؟ احمد فهمي بقى كان بيلعب معايا كوره في الصيد في فرقه واحده. اوكي. فلما دخلنا الجامعه كنت انا وهو مع بعض على طول طول الوقت. فانا عرفت احنا بقى في السكشن ده بعد ما يعني احنا قاعدين بنتكلم فقعدنا نلعب حاجات هبله، قعدنا نعمل لبعض وصل النقط حاجات مش لاقيين حاجه نعملها. والله اكمل مش عارف كليه الهندسه كليه الهندسه الزهق الزهق وحش. فبعدين قعدنا نتكلم على الممثلين انت بتعمل ايه مش عارف ايه نبذ السين انت بتحب مين الممثلين؟ قلت له سمير غانم. قال لي لا والله كلام جد مش عارف ايه. قلت له احنا اتقابلنا بقى اتقابلنا في النقطه دي بقى. ده كان الليد بتاعكم بقى سمير غانم حكيناه للاستاذ سمير طبعا. وفعلا احنا كنا ولا زلنا بنحبه جدا هو جدا يعني. صعب مثلا يكون قال حاجه في فيلم ما كنتش عارفها انا مثلا صعب يعني في حاجات هو مش فاكرها يعني احنا النهارده في حاجات هو مش فاكرها احنا بنقوله على حاجات هو مش فاكرها يعني فيلم يا رب ولد ده ايوه في حاجات كتير قوي مفيش مشهد ما عندوش مشهد جد يعني حتى المشهد الجد لبس البتاع اللي بينور ده فاهم مفيش هو مش عايز يعمل اي حاجه. ما اعرفش حضرتك يمكن صورتي معاه وعارفه بس تحسي ان في حاجات في افلامه مش مكتوبه في السيناريو ان هو يبقى في المشهد يعني هو ما ينفعش بالورق والقلم كده ما ينفعش يبقى في المشهد بس تلاقيه دخل وعمل حاجه وخرج طبعا طول الوقت ما بيبقاش في المشهد. هو يروح البيت هو كان يعمل ايه؟ يسافر بره يلم اكسسوارات ويجي معهوش هدوم يعني في الجمرك فاتح لعب 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 حاجات كتير كده كده ويقعد بقى يوظفها ويخلق المشهد يجسده على ساعات يعني على حته الاكسسوار دي. فما دام قلت يا رب ولد يبقى كده هنفتكر بتاع المنفوخ اللي طبعاً كان داخل طبعا الكاب اللي بينور لا والبانيو ده اللي كان داخل ايوه فظيع وبودعه انا عشان داخل استحمى يعني في الحاجه خايف تمطر احنا كنا يخش يلبس ويطلع لينا فالمخرج يبص له باظ يا عمر عبد العزيز باظ خلاص ايه هنعمل ايه يقول ما اعرفش احنا نمشي ورا سمير هو نمشي وراه وخلاص. طيب بس انتوا هل حبكم لسمير غانم ده هو اللي خلاكم نقيتوا نوع الكوميديا اللي عايزين تلعبوها او اتحكم في طريقه تفكيركم من حيث الضحك يعني؟ لا احنا كان عندنا موضوع اللي هو نتريق على الافلام يعني ده في الأول. مثلا مش عارف فيلم ايه لعبد الحليم حافظ عملنا فيلم زيه كده تريقه عليه هي جانر موجوده بره اللي هي السبوف طبعا البارودي طبعا موجوده كان في ممثل اسمه ليزلي نيلسون الله يرحمه بقى عظيم هو بيعمل كده بس يعني هو ما بيقول ما فيش فيلم عمله قال فيه كلمه جد ايوه طبعا خلص. ده في فيلم اسمه ايروبلين الحقيقي ايروبلين الازمه الايروبلين بقى وهتقع والطيار شوف بقى لما قلبه هو قلبه يا نهار اسود على اللي عمله ونيكت جان وسباي هارت عنده حاجات كتير يعني كلها كده فانتم ده المدرسه اللي مشيتوا ده اللي احنا اصلا بنحبه قوي يعني دي الحاجة عشان كده احنا ما بدأنا بقى بنعمل الافلام احنا مع بعض بهاندي كام في بيوتنا في بتاع كنا بنعمل كده كنا بنجيب اي فيلم عربي ونهزر عليه. طيب ده خلى بقى حفظي يعمل لكم افيش وتشبيه صح؟ كلموني عن الحتة دي ان دي مش كل الناس عارفاها ومش كل الناس ممكن تكون راحت جابتها من على اليوتيوب يعني مش في رصدها. لا هو حفظي كان عايز ينتج هو كان مؤلف ساعتها معروف بس كان عايز ينتج حاجة جديدة فعرفنا عليه عمرو سلام قال له لو هو كان عايز يعمل زي برنامج برضه بيتريق على الأفلام فعمرو قال له هم دول أحسن ناس يعملوها فرجوا الفيلم ومش عارف إيه وبعدين عرفنا عليه بس فعملنا حلقتين بايلوت كده عشان يعرفوا من غير ما تقابلوه ما كنتش فيهم بقى البايلوت دول ما كانش شيكو بقى كان عايز يشتغل مهندس وأنا وفهمي كنا إيه ومبسوط قوي بالهندسه لو النبي والله العظيم انا ابويا مهندس وامي الله يرحمها مهندسه في نفس التخصص بتاعي والله اللي هو ميكانيكا
ميكانيكا باور. وانا شغال في شركات مالتي ناشونال بقى وحاجه مبسوط قوي واخد الموضوع يعني. جد قوي كنت كويس وانا وفهمي طبعا كنت كويس انا وفهمي بايعين يعني انا بشتغل مهندس بس عايز اسيبها واشتغل وامثل انا بقى مش راضي وقافش ولا اهلي هيزعقوا لي واهلي نروح نقول يا شيكو يا شيكو وتعالى ولازم ومش عارف ايه ودي فرصه وما رضاش فحتى عملنا الحلقتين من غير شيكو البايلوت دول كانوا من غيري طلعوا كويسين الحمد لله صراحة. بعد كده لما جينا فقال يلا نصور الباقيين بقى تقريبا مش عارف كانوا 12 حلقه ولا 13 حلقه اقنعنا شيكو بقى فجي معانا في الباقيين فقمت سايب الهندسه قبل بعد ما شفت الحلقتين لا ما كنتش شفتهم لا لا ما كانش لا لا جم اقنعوني إن لا قالوا لي حفظي ده انا كنت خايف بقى امضي عقد وبتاع وحاجات كده فيها بقى شرط الجزائي افرض انا ما عجبنيش مش عارف ايه فقالوا لي لا يا عم حفظي ده زينا ومش عارف ايه تعالى اقعد معاه وبتاع فقعدت مع حفظي لقيت الموضوع سهل جدا حفظي برده سهل يعني فقمت هو شيكو برده اقول لك حاجه عليه هو يحب يقول لا الاول وبعدين نبدا نتكلم بالظبط متردد يعني لو قلت له دلوقتي ما تيجي نطلع بره يقول لك لا وبعدين هتقول له كذا كذا يقول لك يلا هو يحب يسبق ويقول لا لا بتبقى امن دايما لا دي ما انا كنت قلت لكم لو طلع بالظبط حد يقولها الاول ولا وانت بس انت سهل انت مقبل لا احنا اصلا بعد كل اقعد الهندسه ده انا اصلا سبتها قبل هشام ما يسيبها يعني هو والله تخيلي انا فضلت مثلا 7 سنين اشتغل لغايه ما داخلين نصور بنات العم انا كنت لسه مهندس هشام كان مهندس واحنا سمير وشهير وبير نزل وعمل ضجه في السينما وهشام بيشتغل مهندس في شرم الشيخ ومهندس صيانه معايا مهندس ولو عنده مشكله في الاوضه اروح اشوفها بعد شويه يعني اتصور معايا بعدين اروح اشوف مشكلته ايه حاجه هبل يعني الله بعد ما خلص البروجرام ده قرر ينتج لكم ورقه شفره بس البروجرام ده اصلا ما نجحش اصلا نزل على قناه محدش شافها خالص والله ولا فاكر اسمها لو ايه ده هو تقريبا هو السبب في قفل البرنامج تقريبا يا عيني يا ابني بس ايوه بس موجود في حاجه موجود هو بقى بعد كده لما اتعرفنا بقى قنوات بقى رجعت جابته بقى واشتريته طبعا باعوه بقى عندهم تقريبا كانوا بيزوروه بس هو يعني فايدته ان حفظي عارف ان احنا نقدر نعمل حاجه العيال دي لا كويسه فقال لنا اكتبوا ورقه شفره فكتبنا ورقه شفره مين اللي كتب هشام وفهمي انا وفهمي كتبناها وعملنا ورقه شفره وطلع حلو الحمد لله اتشكرتي فيه حتى في الفتره دي كتير ما كانش هيتعرض ما كانش هيتعرض مين اللي عرضه انت ماما طيب ماما اللي عرضت ونجح نجاح فاحش الحمد لله الحمد لله الافكار ما انا مش عايزه اعدي كده ان اصل الافكار مش بسيطه يعني في ناس تعمل افلام كوميدي اللي هي لايت كوميدي اللي هي الفكره حتى اصعب حاجه اصعب مرحله في ان احنا بندور على فيلم ان انت تلاقي الفكره الكتابه بعد كده بتيجي كده بس انك تلاقي الفكره اللي اصلا ممكن تبقى حلوه بس مش لايقه علينا او حلوه بس احنا مش حاسينها او حلوه بس ما فيهاش ادوار لتلاته حلو فعشان نلاقي فكره ده اللي كان بياخد مننا وقت وهي الفكره بتاعتنا دايما بتبقى سطر واحد فتره سطر واحد سطر. يعني هي افكار افلامنا معظمهم بنات قلبوا ولاد ثلاثه رجعوا السبعينات متحف التماثيل بتصحى وهكذا واحد قلبه اتنقل ده خرب بيت ام الحياه كلها ده تكلفته رهيبه الثنائي هشام وشيكو ما افترقوش عن بعض تقريبا من يوم ما دخلوا دنيا الاضواء لقوا من قبلها كمان رفقه وصحبه وكتف في كتف وخطوه بخطوه من أول رجالة تعرف المستحيل وقفش وتشبيه ورقة شفرة وسمير وشهير وبهير بنات العم الرجل العناب الحرب العالمية الثالثة ألف رنجة لهفة حملة فريزر كوكب تاني حسن وبقلز لعبوها صايمة وكلينها ولعة وقلب أمه والحد المسلسل اللي لسه بيجهزوه اللي اسمه إيه اللعبة وياما في جراب الحاوي يا حاوي وإن شاء الله دايماً جراب الحاوي ما يخلاش من المتعة والبهجة المضاعفة اللي دايماً الثنائي هشام وشيكو بيوعدونا بيها سمير وشهير وبهير ده فكرته قايمة على آلة الزمن صح؟ إيه يعني؟ إيه؟ مش عارف والله بتقعدوا بعد كده تقولوا مش عارف إيه الجنون اللي حصل ده؟ مش عارفين فعلاً بتيجي هي بتيجي كده فعلاً يعني ممكن نقعد مثلا 3-4 شهور ما نلاقيش فكره وبعدين مره مثلا وانت نايم بالليل ولا وانت في الحمام ولا واحنا بنقول اي حاجه على حاجه تانية تطلع الفكره كده فهو كان طب فدي طلعت ازاي
مش فاكر في في العربية في شارع سوريا أنا متأكد من يا سلام والله أيوة فهمي اللي قالها تقريبا أنا فاكر ساعتها هو قال كلمة راح شيكو قايل كلمة رحت أنا قايل نسميهم كذا فبقى فيلم مش فاكر بنات العم دي كانت بتاعت عم صلاح عبد الله بس خليني في سمير وشهير لان دي منطقه انا عايز اخد منه افيهات وافتكر عملته فيه ايه واعلى هبل. مناطق كانت ايه وايه اللي حسيتوه مع الناس قوي واللي حاسينه يعني مع الناس قوي ان الناس اصلا لغايه دلوقتي بتندهنا بالاسامي دي أيوه. سمير وشهير يعني دلوقتي بس بيقولوها باي ترتيب بقى شهير وبهير سمير وبهير بهير وشهير اي حاجه مش حافظين الاسامي الترتيب مين بس عارفين احنا طيب التنفيذ كان ازاي كان انتاج مين كان انتاج حفظي و ثلاثي وحفظي وائل عبد الله صح؟ وائل عبد الله ومحمد صلى الله عليه وسلم الافلام اللي عملت ايرادات وكان معتز التوني برضو معتز التوني كان اول كان اول فيلم ليه واول كان مصطفى فهمي اول فيلم ليه برضو كمدير تصوير حبيبي فالفيلم الفيلم كان قرفته حلوه كده وتصور بسرعه كله في 20 يوم بالظبط كان طب برضو فكروني كل واحد احلى مشاهد تحبها انا اكتر مشهد بحبه ليا في سمير وشهير هو اول مشهد صورته في الفيلم بتاع عبد الحليم حافظ كان اول مشهد حليم حافظ اول يوم تصوير وغريبه جدا الواحد اول يوم تصوير دايما بيبقى متوتر ولسه مش عارف الكاركتر قوي هيعمل ايه وبتاع وطلع كده بالمنظر ده بحبه جدا يا عبد الصمد ده بحبه مشهد عبد الصمد ده بحبه في مشهد مع رحمه اللي كنت لابس فيه ملاك ده وطلع لها في البلكونه برضه بحبه وكل مشاهد فهمي مع ايمي بحبها جدا شريف رمزي ليه مشاهد حلوه قوي في الفيلم ده هل لما تقعدوا قدام الفيلم تقولوا يا كان عايز وعايز وعايز طول الوقت انا لا انت ما بتفرجش اصلا انت بتفرجش على الافلام لا ما بتفرجش على نفسي في ناس كده كتير لا انا بتفرج بس يعني ما في الاغلب حاجات انا لما باجي بستتقل دمي يعني في مشهد مثلا سمع مع الناس قوي استنى سمع مع الناس قوي بتاع بهبوري يقول لمامي ايه ما انا والاستاذه هناء الشرباجي واقول لها بهبوري يقول لمامي حاضر انا المشهد ده لما بيجي لازم اقوم ليه ما بستحملش نفسي فيه فعلا وحاجات دي وبستغرب هما ازاي عدى لا طلع عدى وسمع واتحفظ كمان انا عايز افهم ليه الحكايه دي لان انا عندي كده كتير طبعا وكل الكوميديانات عندهم كده طبعا كتير. مستحيل حد من اهلي يشغل حاجه في البيت ليا او حد يبقى مشغل حاجه وانا قاعد مستحيل خالص انا ممكن اتفرج على حاجه مثلا انا بتفرج برضو بس برضو لازم اتفرج لوحدي يعني صعب ابقى قاعد وسط ناس وحاجه يعني تيجي وافضل قاعد عمري ما دخلت السينما في المينينا في حياتي تقريبا لا والله والله انا ما افتكر يعني طيب بنات العم الفكره جت ازاي بنات العم كان فكره قلنا صلاح عبد الله بعدين فكره كان كان ساعتها فكره لحد ثاني كان قلنا اقول كنا كان استاذ وائل عبد الله ساعتها كان بيعمل فيلم محمد هنيدي وكان عم صلاح قال فكره تخيل بيقول لعم ده استاذ وائل يعني تخيل لو احمد عز موديل معتمد على شكله جدا ولعيب باسكت وبتاع وكده وبعدين نتخانق مع امه دعيت عليه صحي من النوم لقى نفسه محمد هنيدي بس فقعدنا خدناها من عم صلاح وقعدنا نشتغل عليها لغايه دلوقتي كل شويه نتكلم نقول له عندنا فكره فيلم نحكي له الفكره دي ومش هتمنا في التليفون انتوا خدتوها من بقه وعملتوها بنات قلبوا رجاله؟ يعني الفرضيه يعني الفرضيه ان حد قلب حاجه تانية ايوه طيب برضو التركيبه فظيعه والافيهات رهيبه انا بحب الفيلم ده جدا والله اكتر واحد لا مش انا بالنسبه لي اكتر واحد ضحكه نفسه عالي يعني سمير وشهير وبهير ضحكه كتير قوي بنات العم ممكن ضحكه يبقى اقل بس الضحك نفسه بكركعه جامد قوي ايوه يا ابني احنا كنا بنعرضه في السينمات هو تلاقي البنات جمهور. دايما بيحبوا بنات العم ده اكتر أيوة. لانه في تفاصيل تفاصيل بنات قوي جدا طب برضو كل واحد يقول لي اهم حتت عنده بحبها انا بحب المشهد اللي هو كنت مع عم صلاح وبقعد اعيط له واقول له مش عارف مين سابني ومش عارف ايه وصاحب مش عارف مين دي بيئه جدا دي بتلبس الاوباك على سكرت طويله ومش عارف قعدت اقول له كده وهو سمع دي رحلات تفاصيل الافيهات دي بتجيبها منين يا شام الاوباك على سكرت طويله دي جبتها من مراتي على طول ساعتها والله قلت لها قولي لي حاجه بيئه قوي لو البنات عملتها قالت لي تلبس الاوباك على سكرت طويله دي طبعا انا لا فاهم ايه الاوباك ولا السكرت والله ولا انا يا ابني الحقيقه بس بحاول افهم بحاول اعمل نفسي فاهمه قلتها زي ما هي كده ايه الاوباك لمؤاخذه تقريبا زي الليجنز كده بس تقيل شويه زي الشراب يعني
كانه كولون تقيل كده. يا حليله ما اعرفش والله. انت ممكن تلبس كولون طويل على فكره. عادي مش كلسون. انا بلبس كلاسين. واحمد فهمي كان بيقول لي برضو مش عارف بيخرج بالشتاء لابس كلاسين ولا يهمه ويقلع في اي محل واقف بالكلسون اللذيذ ده. فهمي كان عنده مشهد عالمي بتاعه وهو بيسقط نفسه من فوق السرير. ايوه طبعا عالمي. طبعا يعني. وانت ايه؟ بس الفيلم ده كان انا بحب مشهد عندي قوي. هشام وفهمي كانوا هيشيلوه في المونتاج. والله بتاع ايه؟ في مشهد مشهور كده بيجي عليه كوميكس كتير وانا عامل وانا حالب وباصص بالجنب. ايوه طبعا عارفين ده كانوا هيشيلوه في المونتاج. ليه؟ مش عارف دمه تقيل مش ايه ده انتوا قاعدين والله العظيم. اصل احنا كل ما في حاجه احنا عندنا مشكله احنا ما بنضحكش بعض. يعني ايوه انا بطل يضحكني وفهمي بطل يضحكني وانا بطلت اضحكهم. احنا اصحاب بقى انا فعلا السنه دي كده 2019 بس ده انا طبيعي. هو بالنسبه لي طبيعي. هو بالنسبه لي مكرر بس بالنسبه لاي حد هنا هو جديد يعني. أيوة هو بيقول الكلام ده لاول مره بس الافيه اللي بيقوله ده انا سامعه منه 50 مره قبل كده اكيد. ايوه ما هنا ما هي دي صعوبه صناعه الضحك. انك انت بتبقى انت طعم النكته معاك في الاول لذيذ طب بالزبط. بعدين ما تصنعها وتشتغل فيها خلاص بقت مصنعيه. اصلا احنا يعني انا وفهمي كتبنا افلام لناس كتيره يعني. في كوميديانات تقول لهم مثلا الحاجه تكتبها اول مره يضحكوا جدا. على اخر قاعده في الكتابه يغيروا تشيل البتاع هو زهق منه. هو هو حلو بس هو من كتر ما بيقولوا كل شويه زهق من الافيه وبينسى يعني يبقى في الاستوديو ويقوم قايل لا مش عارف. الله يا ابني انت كنت بتضحك عليه انت مش مقياس. ايوه الجمهور هيشوفه لاول مره. ايوه انت مقياس اول ضحك اول رياكشن فبيبوظوا حاجات كتير لنفسهم بالطريقه دي. هي معتمده على المفاجاه. هو خلاص مش هيتفاجئ بيه لانه هو سمعه كذا مره قبل كده. يعني انت مثلا الضحك اللي عامله في زنقه الستات او البس عشان خارجين مش كده؟ زنقه الستات. زنقه الستات ولا البس عشان خارجين هي قصتنا بس سيناريو حوار فادي ابو السعود. اوكي. يبقى انت عامل زنقه كلها من اولها. انا وكريم فهم. انت وكريم. ومين اللي كاتب بيبو بشير؟ انت. انا وكريم برضه. انت وكريم فهم. ميكي مثلا اتش دبور عامله احمد فهمي ما كنتوش معاه؟ لا لا. انت ما كتبتش يا شيكو؟ انا كتبت من بعد ورقه شفره. بعد ورقه شفره كتبت. شيكو كتب افلامنا. افلامنا كلها. ما كتبش افلام بره. ما كتبتش حاجه بره تقريبا. طيب يبقى انت محصله كتابتك ايه؟ زنقه الستات. زنقه الستات بيبو بشير فاصل ونعود. ايوه هو ده فيلم كبير. كل افلامنا بقى. مش شباب صغير يعني. وافلامنا بقى. بوشكاش. والله بوشكاش. انا وفهمي. بس كده. وافلامنا. وانت كاتب ايه؟ انا كاتب كل حاجاتنا بقى معاهم. كل شغلكم مشترك بحيث ما بتقدرش تعرف مين. لا 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 انت لا, لا, لا 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 متوه في الاخر. الحاجات دي ما فيش. اصل هي بتبقى هشام بيقول كلمه بزود عليها كلمه فهمي بيخش يقول عليها يعني الموضوع بيبقى كده يعني. انا دلوقتي ناسي مثلا الحاجات ناسي كل فيلم مين اللي كاتب كل الا لو حاجه متخانقين عليها مثلا. لو حاجه متخانقين عليها انت شفت قلت لك هتضحك. ايوه لكن غير كده ما بننسى طبعا ما فيش مستحيل. طيب الحرب يعني العالميه يقول لي مامي ايه دي. انا فاكر ان احنا كنا مش عاجبانا صح. كناش ما كانتش عاجبانا. انا اللي قايل مشهد لذيذ جدا. انا اللي قايلها وما كانتش عاجبهم خالص. ما كانتش عاجبانا خالص. وطلع ازاي بقى ده مشهد وانت كرهته وانت بتتفرج عليه؟ ايه يا ابني انتوا ايه؟ مش انا دايما براهنهم على حاجات انها هتضحك وبكسب في الاخر دايما. وبنكتبها في ورق. بنكتبها في ورق ونسيبها في المكتب ونمضي احنا الاثنين عليها. يعني افتكر بس عشان نقفش على بعض. في فيلم بنات العم انا كنت مراهن فهمي ان في حته كده بروح الجامعه لتامر شلتوت وبشوفه مع واحده فبيقول لي انت مين؟ بقول له انا شاهندي. بيقول لي شاهندي دي ده ايه؟ بقول له شاهندي دي يعني كلمه فارسيه معناها اريال. فهو قال لي ايه فهمي؟ قال لي مش هتضحك يا عم سخيفه ومش عارف ايه. قلت له تعالى ورقه وقلم وامضي ومضيت وسبناها عند شيكو وصريخ في السينما. ايوه لا كده وساعات العكس يعني. ساعات برضه هو يقول لي حاجات هتضحك واقول له مش هتضحك وتضحك. انت تراهنت وساعات تبقى عامل حسابك على حاجه هتمقوا ولا حد. قول لي. طب قول لي ونبي انا عايز اقول لك فيلم سمير وشهير وبهير مثلا في المشهد بتاع لما احنا كنا احنا وامهاتنا في الجنينه بنحلم وعلى اغنيه ست الحبايب يا حبيبي ماشي. ده احنا قلنا ان هي ده احلى مشهد في الفيلم. ده الناس هتموت في السينما. المشهد ده الوحيد اللي في سمير وشهير وبهير صمت في السينما. محدش بيبتسم. والله ما اعرفش ليه. ما تبصوش لبعض بقى في الضلمه يعني. لا خلاص بقى مش انا ما بخشش بقى ما بيقولوا لي. لا وده كنا كلنا متفقين انه اجمد مشهد.
ويجي هو يضحكنا احنا قوي بس ما يضحكش حد ما يعرفش. الجمهور برضه الجمهور مالوش ملك خالص. ايوه طبعا خالص. يعني لا وحاجه بتبقى اللي يفتكر نفسه فاهمهم وفاهم مستحيل. لا أيوة. فعلا ممكن اقول في مثلا جامد جدا وبعدين اقوم باصص كده البصه دي اللي تضحك. أيوة. يعني انا بعد ما قعدت اقول كل ده البصه دي اللي ضحكت يا جماعه يعني. طب انت اكتر مشهد كنت متخيل انه دمه سم وجاب ضحك؟ اكتر مشهد متخيل ان ده انا مشكله ان انا ما بعرفش جاب ضحك ولا لا عشان ما بتروحش غير لما الناس تقول لي في الشارع. انا ما التست بتاعي هو الناس تقول لي في الشارع تفتكر الحاجات لكن انا اصلا ما بخشش ما اعرفش. بس شيكو ما بياخدش الريسك ده يعني ما يقولش حاجه قلقان منها والله. لو هو قلقان منه مش هيقول. وانا اصلا عموما انا ما بحبش اقول افيهات يعني انا بحب ضحك الاداء والكاركتر اكتر والسيتويشن الموقف اكتر من الافيه. الافيه فعلا ممكن يتقال وما يعيش. انا بحب بس جدا في السينما لما يكون في عرض خاص او عرض مش خاص بس القاعدين اللي عاملين الفيلم ابص على وشهم في الحاجات دي اللي هو الممثل بقى ايه باصص على الشاشه مستني هو مستني اللحظه دي طبعا طبعا. بس هي العروض الخاصه اصلا ما تاخديش منها اراء لا كلها كذب اولا كذب من اولها لاخرها. في تسيب في التتر في تسيب في التتر عادي صح وفي الاخر ايه ده وانت عارف ان الفيلم مضروب بالنار. ايوه طيب تعالى نروح الحرب العالمية الثالثة برضو تكسير سينمات. أغرب إيه فيلم كتبناه في حياتنا بقى. إيه بقى احكيلي. الحرب العالمية الثالثة ده كنا بنكتبه قبل بنات العم. ياه ماشي. وقعدنا نكتب فيه كده بتاع 15 صفحة. وبعدين سافرنا هشام ساعتها كان بيشتغل في شرم الشيخ 2011. رحنا قعدنا عند هشام أسبوعين كتبنا 4 صفحات. والفيلم وقف معانا وقفة مش طبيعية يعني. فقمنا عاملين فيلم بنات العم ساعتها. رجعنا بعد بنات العم طلعنا الفيلم تاني غيرنا فيه حاجه واحده بس. الفيلم احنا كنا كاتبينه في الاول ان انا وهشام وفهمي بنخش من بره على المتحف. غيرنا الموضوع خلينا فهمي داخل لوحده المتحف. وانا وهشام تماثيل جوه في المتحف. ده كان اول فيلم اول فيلم ده مش احنا بقى اللي نكتبه. يعني يجي حد من بره جه مصطفى صقر ومحمد عز كتبوه. وكان اول مره بقى يعني يبقى في حد من بره معانا. ليه؟ والله احنا قلنا ان احنا بدل ما بنقعد ناخد وقت كتير ونتخانق ومش عارف ايه لو جه حد شايف من بره ورؤيه تانية ممكن يساوي فعلا كان مستفيد بيه يعني. كان الفيلم ده فيه كميه عته وافيهات هو فيه كميه عته فعلا كل الكاركتر فظيعه وممثلين كلهم رهيبين فعلا. هتلر هايل في الفيلم ده ومعانا غاندي واحمد فتحي وبوب مارلي وبوب مارلي يا نهار اسود ومارلين مونرو يعني كل الفيلم ده اتبذل فيه مجهود جامد كتير والكاست او ايه اللي عطله ايه اللي حصل له اللي عطله كان في اصلا احنا صورنا شويه الصورة. وبعدين حصل الثوره وحصل مش الثوره كان كان فيها حظر تجول ساعتها فوقفنا بتاع 7 شهور. ايوه انا فاكره الوقت ده وكان فيه واتنقل من المنتج كان من عند استاذ جمع هشام عبد الخالق وراح للسبكي من حظي ما بوزع كل حاجه للسبكي. طب انتوا دلوقتي لحد دلوقتي انا مش عارفه افككوا كويس يعني عاملين كده واخد بالك؟ انا فاكر على فكره انا لابس انا اصلا متفاجئ ان هشام لابس كده انا جاي فاكك اوفر مش كده؟ لازم بس مره نلبس انتوا احساسكم بالغربه في البرامج ده مخليني حاسه ان انتوا مش مرتاحين قوي. لا بس ده مش برنامج يعني ترتاحوا اكتر لو قعدنا نلعب؟ الله يلا ايه؟ ايه بقى؟ تيجي نلعب؟ نلعب ايه؟ نلعب العاب لو اعلم هتطلع ايه؟ يلا بينا يلا نلعب العاب اوكي يلا مفاجأة يلا استغماية يا جاهزة قوي كده؟ طيب دلوقتي هلبس كل واحد منكم هذه الغماية وكل واحد قدامه طبق فيه أكل أو أطباق متعددة كتير كل واحد هيكشف طبقه وهو متغمي ويدوق اللي فيه مفروض يعرف أو ما يعرفش ولو عرف هيقوم قايل لك مثلا لو هشام هيقول لك صن يعني وصفة الأكل من غير ما يقول اسمه وأنت تكسب أو تخسر تاخد سكور او ما تاخدش يعني انا اوصف له الاكل وهو يحاول يعرفها مش تحب اعرف لك من غير ما نشيل الفويل ده مش للدرجه دي لا للدرجه دي لا دي حتتي يا سلام انتوا جيتوا في حتتي يلا هتقول من غير ما نشيل الطبق من غير ما نفتح الطبق بس لازم تفتح تتغمى يعني موافق تتغمى تتغمى اوكي خد عشان مش عارفه مناخيرك فين اهي وانت شجعك مين هيبتدي بقى؟
انا شايف حته تحت كده هادي بادي سيدي محمد البغدادي شاله وحطه كله على دي. ابتدي انا شايفين هشام اللي هيبتدي ماشي ده اللي اللي هيشوف والله ما شايف النار. خلاص والله مش هشوف طيب. كده صح المعلقه مليانه كده على امل مليانه انت عرفتها لا والله ما عرفتها يا راجل ذوق تاني انت جعان انا شامم ريحه هقول لك انا هي فيها ريحه تقليه عيب فيها ريحه تقليه حلوه هي حلوه حلوه حلويات مش حلويات طبعا ما فيهاش تقليه صح ازاي حلويات تقليه انت كما تقول لي عندي خبره ومنطقتي هي مشطشطه شويه وفيها تقليه الكشري اوكي كشري مش كشري فته فيها تقلية بيقول لك طب ما الكشري في ناس تحط عليه تقلية لا لا مش التقلية دي تقلية ايه اللي هي بصل محمر يعني ايوه فيها بصل كتير ايه ده انا بغششه انت شايفاها انت عادي صح؟ انا شايفة عادي انا مناخيري كبيرة ففي حتة عندي مفتوحة تحت منورة كده عشان تبقى فاهم بس انا ما ببصش طب انت ايه انا هي هي اقرب حاجة للكشري بالنسبة لي بالنسبة لك انت اقرب حاجة للكشري؟ احنا ممكن نعمل حاجة لطيفة يدوقها هو يدوقها هو؟ لا لا مش عارفة ليه بس من عند كده وخلاص اي لا يعني هو مش يعني انت عشان مش هتعرف تشرحها لي؟ لا طيب يبقى انت يبقى هو كده يخسر يبقى انا اخسر انه يعني معرفش يشرح يعني عشان هو عبيط مش عارف يشرح بس انا عايز يدوقها برضه عشان اعرف انا عبيط قوي ولا هي صعبة فعلا طيب استنى هجيبها لك قدامك يا شيكو ماشي خد معلقتك انت لحوسها عشان حطها دي فين؟ ساعديني هو انا هقلبها لك في الكوز؟ استنى ساعديني اهو خدي المعلقه اهو ماشي انا كده ماسك المعلقه صح ولا بالعكس؟ حدوده يا نهار اسوح اهي شايف؟ لا اهي ماشي يلا عارف بقك فين طبعا انك عرفت كده؟ بقي مظبوط؟ ايوه يا اخي معلق كده عرفته ازاي؟ دي ايدي بصاره دي ولا ايه؟ صدقي بالله أول مرة أدوقها في حياتي لا والله والله العظيم أول مرة أدوق البصارة طب حلوة عجبتك؟ حلوة جدا حلوة دي بتتاكل بتتغمس أصلا يعني ما بتتاكلش مقلبية كده بس برافو يبقى كده يبقى أنفير بقى إن أنا طب ما أنا كده أكسب أنت ما عرفتش أنت بتبص لي إزاي أنت شايفني على فكرة ولا سامعك عادي يعني عندي ودن ممكن تبني معايا طب أنا يعني 1-0 أهي هات المعلقة أنا 1-0 كده انت انت 0-0 هقول لك ليه يعني هو ما عرفش هشام 0 ما انت برضو بتلعبيني مع شيكو في اكل مش عارفه بقول لك ممكن اعرفها من وهي متغطيه استنى دور شيكو ماشي ده دي خلصت الصنف ده ماشي هو انا الصنف ده بقى انا ما عنديش منه في الباقي اللي قدامي دي اهي صح ده الصنف الجديد اهو ماشي وادي الغطا ماشي ودي المعلقه لا انا ذكي جدا خدي بالك عرفتها عرفته ها بصي انا شاكك في انها حاجه انا ما دقتهاش قبل كده بس هي بنسبه كبيره عشان حاجه فيها حديد كتير حديد كتير سبانخ هي تقريبا سبانخ بس ليه قلت كده ايه هو المفروض تشرحها له هو يعرف ايه ولا لا هو قلت سبانخ انت قلت انا شاكك انها ممكن تبقى خبيزه لان انا عمري ما دوت خبيزه في حياتي استنى ما اشوفها دي ايه دي خبيزه صح وهم بيقولوا لي انها شبه السقف طب برنس ولا مش والله العظيم برافو عليك والله برنس ولا مش سبت انا كده ولا خسرت ولا مين مين اللي كسب يا زيزو انا برضو اتنين شيكو ولا خبيزه فيها حاجه كتير ولا هنسحب على فكره زيزو متامر ضدكم انتوا الاثنين عمال يقول لي 0-0 في كل فقره طب امتى هنكسب انا مش عارف احنا هنضربه بعد الحلقه يعني امتى هنكسب مش فاهم طيب ناخد على اللي بعد كده عند هشام انا بالنسبه لي انا بيني وبين هشام خير 2-0 معلش هشيل لك يا لهو امي بس على فكره الخبيزه دي مش وحشه خالص انا اول مره ادوقها في حياتي فعلا الخبيزه دي ايه اللي هي بس هي شبه السبانخ اللي هي بين الملوخيه والسبانخ طب يبقى انا قلت صح انت قلت سبانخ هاتيها انا قلت شاكك ان هي حاجه وقلت هي فيها حديد كتير اما قلت سبانخ قلت ممكن تبقى الخبيزه استنى عشان هشام وقعته دلوقتي دي مليانه كده معلقه لا هي ملحوسه بس وما ما اقترحش انها تتملي قوي ودخل بقك قوي على المعلقه ها
بصي هي اول مره ادوقها بس انا عارف هي ايه. طيب اشرحها لشيكو. هي اكتر حاجه بتتخن في العالم. اكتر حاجه بتتخن في العالم؟ اه. وهي حلوه مش حلوه حلويات يعني؟ تندرج تحت الحلويات. ايوه صح. وحلويات بلدي يعني بتتعمل في البيت وكده مش ما بتتباعش في حته. طب انت عرفتها ازاي يا شيماء لما انت لان لا هقول لك ازاي لما انت تقول في الاخر. ما قال لك بلدي. وفيها كذا خلطه يعني بتتعمل في البيت. يا نهار اسود. بيقول لك بتتخن قوي. قوي. بتتخن قوي. يعني رمز التخن. انا؟ يقول له انت واكل كذا. بيقول لك انا المفروض انت اكلت طبق شيكو دلوقتي. برافو صح. فتاح صح. فتاح مفتاح. طبعا على فكره انا عمري ما دوقتها ممكن ادوقها بعد اذنك. استنى هو بقى هنقعد ندور. انا عرفتها من العسل الاسود. هي في عسل اسود صح؟ طبعا. طب بقول لك ايه احنا ممكن نخش حمام في النص ولا حمام استنى علشان في كتير وخلي المعلقه اللي فيها. طب المعلقه دي فيها خبيزة. حديها لك اهو استنى عشان دي فيها تلزيق ونيله سودا. ايه ده؟ ايه ده؟ تقيلة أوي أهو بتحس إن فيها خرشوف أصلا غريبة جدا. إيه ده بس دي حلوة. استنى حلوة بس ما تاخدش عليها. لا مش هاخد عليها مش عايز أدوقها تاني خلصنا بالنسبة لي. مصيبة سودة طبعا. دي المفروض هي دي اللي بيتخنوا بيها العيال الصغيرة؟ أيوة طبعا. غريبة إن أنا عمري ما دوقتها. شيكو كده 1-0 يا ولاد. 3-0 3 يا جماعة يا زيزو. حق ربنا زيزو مش هكمل أنا. أنت على فكرة زيزو 3-0 زي ما أنا قلت سبانخ صح؟ لا مش سبانخ هي خبيزة. انا قلت عشان هي حاجه فيها حديد بس انا شاكك انها حاجه تانية. انت قلت سبانخ هنقول قلت صح بس انا شاكك انها خبيزة. يا محمد اظبط زيزو عندك على فكره زيزو متحيز. متحيز لتشام اكل مين دلوقتي؟ اكل هشام صح؟ انا بقى شيكو اللي هيدوق. اوكي يلا شيكو هيدوق بس البتاع دي بوظت لي طعم بقى. نمبر 2 استنى حاضر حاضر اديهم في ايدي وانا هدوق. هديك في ايدك ايه؟ مش فاهم انت. انت بتاكل الفويل ولا ايه؟ لا في نيله سودا استنى. دي كتير قوي حاجه. حاجه. و دي احنا هنحتاج معالق تانيه يا ولاد. يلا. افضل انك تمسك المعلقه كده. كده؟ تحطها في حدود الطبق. طب استنى شايف فين؟ انا كده ماسك المعلقه صح؟ ايوه وتلغوص شويه بالمعلقه يا راجل احنا في فيلم الكتكات خبره كان ممثل استنى اللغمط شويه الحاجات في بعضها اخلط يعني اهو اديته كلو عرفت انت عرفت؟ طب استنى يلا قول بقى اتلخبطوا كده؟ دوق بقى انت شايف يا هشام ولا ايه؟ والله ما شايف بس لما قلت لخبط الحاجات على بعض هشام ما تشوفش بقى استنى لا ما انت توقعت لا توقعت ما ده مش صوته يا هشام حط لك فوطه تحت بقك عشان في قول احلى حاجه احلى حاجه بالنسبه لك عروستي طبعا احلى حاجه بص يا هشام بتحب الفطير؟ ماشي حاجة يعني من الحاجات اللي ليها علاقة بالفطير يا سلام من الذمة ده كلام يعني من الذمة ده يعني ده عايز يخسرني ولا والله العظيم هي ليها علاقة بالفطير ما الست اللي بتعمل الفطير ليها علاقة بالفطير مش فاهم حاجة من الحاجات اللي بتتاكل مع الفطير ما كده سهلة قوي يا جماعة ايه ده فاهم طيب حاجة بتتاكل ايه؟ اساله يا ابني حلوة ولا حادقة؟ طب ايه بقى؟ طب ما انا قلت حاجة منهم ما خلاص ازاي؟ ما انا قايل لك المفاجأة حلوة حاجة حلوة حلوة مع الفطير مع الفطير قال لك شكك في حاجه ده كان شكك ان هو كشري والله العظيم ومش عارف ان الصوت ده مش صوت كشري طيب ده هشام ده مش صوت كشري ده ايه عسل بطحينه مثلا يا ولا ايوه انت انت 4-0 ليا الا ولا 4-0 ليا صح ولا 4-0 ازاي يا ابني عرفت كل حاجه انا عارف كل حاجه طبعا كل طبعا ايه هشام نمبر 3 المفروض ان انا شايفه يلا بقول لك يقيسوا إيه؟ ممكن ناخد بريك نرجع نكمل عادي فاضل ده بس ده وهنرجع براحتك هو تكوني بتدي له معلقتي واكل خبزه بالعسل بابا عيب والله ده انا لسه خبزه بالعسل فعلا لو المصحف اهو دي بس بلاش هي مش شوكه مش شوكه قوي لان المعالق خلصت كده حلو فانا افضل كده انا خدت خدت كده ويا ريت ايوه كده يا جماعه انا عمال افكر في حاجه تانية انا ده واكل خبزه بالعسل ايه ده ايه ده؟ ايه ده؟ يعني ايه؟ تقريبا عرفتها عرفتها؟ اشرح هي خضار صح؟
لا هي مش خضار، لا هي بقوليات. صح ماشي. بس هي خلاص بقى هقول لك اكتر من كده. ايه ده؟ يعني قلت لك مع الفطير وحلو في منها الوان صح؟ ايوه. فاصوليا ولا ايه؟ ايه لا هي بنت. خش شمال بقى، خش شمال بقى. لوبيا. ايوه لوبيا. يا ساتر على يابا. العيال مصر برنس ولا ايه؟ 6-0 كده. لوبيا بعين سودا مش معقول. ما بحبهاش حمد. انا ما جاتليش. ما انا مش فاهم هو ليه ياخد النقطه اذا كنت انا اللي عرفت اشرح. انا انتوا لا بس انت ما عرفتش حاجه عشان تقريبا. انا هقول لك حاجه يا ابني، عسل وطحينه لسه. احنا بعد الفقره، بعد الفقره نطلع نضرب زيزو في الكنترول. والله العظيم صح. اهو هنزيح ده خلاص، ده اللي ايه اللي فات خلاص. مش شيكو افندم تعبتوني والله يا اولاد. ده اهو عايز العب على حد على مستواه يا جماعه، ما ينفعش. ثانيه واحده بيقول على اللوبيا اخضر. هدي لك في دي شوكه علشان تصلح. ماشي. ولو ان هي مش شوكانيه قوي يعني. ده طبق مدور. التاني مربع. ها ايوه كده. دي حاجه لازم نعملها كده صح؟ ايوه صح. ايه بقى؟ كل انت بتاكل البتاع كله؟ انت مالك يا عم؟ عايز ابسط. انت هيكمل عشاء. هو قال لك مش جعان فاكر؟ ايوه. هو بياكل ولا ايه؟ طب يستطعم عارف اللي بياكل. ده ايه ده؟ خلصوا طبعا. بص يا هشام، انا مش عارف ايه ده. ماشي ماشي اتفضل. بس هو في حاجة بقوليات ها؟ في منها ألوان مختلفة. ما عارف أهو. يعني هو في لوبيا. ما أنت يا ابني أنت خلاص، احنا قلنا اللوبيا بعين سودا. أنت يا ابني اللوبيا بالنسبة لك خضار، أنت أصلا مش فاهم حاجة. أو فاصوليا. تصدق إن اللوبيا دي خضار بجد بقى؟ أنتوا حكمة ولا هي والبسلة بقى؟ مش مع موضوعنا. لا الفاصوليا هي اللي خضار، اللوبيا لا بقوليات. البسلة ولا إيه؟ أيوه الفاصوليا. أنت بتقول اللي في إيدك ده إيه؟ بقوليات؟ أه ملونة؟ بقوليات؟ لا في انا عارف هي ايه؟ عارف منها ثواني. ايوه بياكل تاني، بياكل تاني يا شايف. بتمعن عليك حاجه. قول لي ده. تعالي اقول لك حاجه. طيب انا في بني يا فضول يا بيضة. صح؟ قول لي. طيب اوصف لي. هي واحده من البقوليات اللي ليها كذا لون. يعني هي واحده منهم بقى. في نوع من انواع البقوليات ليه كذا لون. يعني اللوبيا؟ اللوبيا ليها لون واحد يا هشام. ده طب طالع اللوبيا ازاي؟ مش هو في لوبيا بيضة؟ مش لوبيا بيضة. لا يا حبيبي اسمها فاصوليا. ولا فاصوليا بيضة. ايوه اللوبيا لون واحد. ايوه اللوبيا بعين. مش من اللوبيا المعين دلوقتي. اللي ليه كذا لون. ايوه يعني البقوليات اصلا فيها ايه؟ فيها الفول. فيها الفول وفيها الترمس يا هشام. وفيها الترمس وفيها الحمص. وفيها الحمص. وفيها ايه يا بلقون. طب ايه؟ لا قول حاجه تانية غير دي برضو يعني. ما قال لك الراجل والله. والله بعد كده هقول لك ايه. اقول لك ايه وخلاص. لا ماشي. اوصف احسن. كلناها فين؟ كلناها امتى؟ عمرنا كلناها. بص يا سيدي، في منها انواع بتستخدم في امريكا الجنوبيه بتبقى حمراء اللون، وفي انواع تانية بتستخدم في يعني مش عارف اقول له. انا اقول له كيو. قولي له خلاص. اقول له كيو. قال عليها عادل امام في فيلم الظلام. ده اسمه ايه؟ طيور الظلام. طيور الظلام اما دخل الحفله هو ويسرى وراحوا على البوفيه الكبير الاوبن بوفيه وهم مبهورين، سال عليها فول. قال ايه؟ فول حراتي يا جماعه. طب ما يخسر وخلاص يا جماعه، احنا هنقعد نعمله كده دي. انا هاكل تاني لانها حلوه فعلا. اتفضل هنا والشيف. ايه خلاص خسر. عرفتش؟ فاصوليا بيضة. فاصوليا بيضة عشان. طب ما انا قلت فاصوليا يا جماعه. هي الفاصوليا بقوليات يا جماعه. الفاصوليا خضار بس بيضة. انا مش هكمل لعبه مع واحد زي ده. انا الفاصوليا خضار يا عم. بيضة. الفاصوليا بيضة وفول الصويا وفاصوليا حمراء. فاصوليا إيه خضار ازاي يا جماعه؟ يا هشام انت متلخبط بين الخضار والطبيخ. في حاجه اسمها طبيخ؟ لا 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 ده بالنسبه لك كله بس مخضر. الفاصوليا مش خضار؟ الفاصوليا البيضة بقول. يلا اديني اللي بعده. انا هكمل الفاصوليا لانها حلوه جدا. انت هتقعد تلغ في الفاصوليا. استنى احنا هنجيب اللي بعده. استنى ده طبق ايه ده يا سيدي اللي جاي ده؟ يا دي معموله ايه؟ دي معموله حلوه قوي. ايه مصيبه سودا ده. ممكن تاكله بالشوكه بس هو يعني مش شوكاكي قوي يعني. برضو بحاول احوش المعالق. هو في الشوكه دلوقتي؟ بص
ايه اللي جايين يستهبلونا وياكلوا على قفانا دول؟ انا مش فاهم. انا مش متاكد انها هي، بس هي تقريبا هي. اه قول له بقى. اقول لك في ودنك ولا ايه؟ لا قول له. طب هي شيكو تقريبا اكتر اكله انت بتكرهها. قول اسف. يبقى المفروض مين اللي كسب دلوقتي؟ انا عايز اعرف بقى مين اللي كسب عشان هيضربوا بعض. مش مهم يا جماعه، بس تصدق ان انا القياس ده رهيب. حلو رهيب. حلو قوي. تق 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 ده بحيي نفسي يعني. طيب هو انت اللي طبخه؟ لا ده صباحه غالب صباحه غالب. مبسوطه ليه؟ طب انا هكمل الفاصوليا برضو شويه. استنى ما عليك، عندك طن صنف تاني. انا اسف. طب هشام انت معايا؟ يا اختي العيال تعبوني. مش شايف العيال؟ بقول لك ايه، خد دول فاصوليا يا بابا. بابا في بدله. لا ابعد ابعد عني دلوقتي، ابعد عني. معلش هشيلها له على جنب اهي الفاصوليا. الفاصوليا حلوه جدا. ما احنا هنشيل ده وناكل. وهي مش خضار، انا هناكل كل ده دلوقتي. طيب استنى هجيب لك طبقك اللي هو ده. ماشي يلا. ها النبي يا اختي، لو باكل عيال صغيره. اوكي هنا ممكن شوك، هنا ممكن شوك. ما جبتوش طبق واحد انا بحبه. ولا واحد جه. بصي بقى الحاجات من صوتها بعرف. سلام يا ابني، انا برنس يا ابني. طب والمصحف كنت عارفها من صوتها. طب قول ايه هي. وعلى فكره مش اي بتاع، هي ليها اسم مهم. ايوه مش اي. بص يا هشام. يا ساتر. هي حاجه قبل الفرخه. ماشي. الفرخه. البيضه ولا ايه بالظبط؟ معموله ازاي؟ شكشوكه بالظبط. لا 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 نو شكشوكه. لا اومليت بالظبط. نو ده سبانيش اومليت. شكشوكه ايه كمان؟ سبانيش عايزين اقولها كمان. اومليت. اومليت. برافو عليا، يلا نقطه ليا. سبان خلاص. بس رأيك في الشرح؟ ايه رايك في الشرح؟ والله العظيم بتعمل. انا طبخلكوا شكشوكه قبل كده. انا كنت اقوله بقى ايه، انا لم الفراخ البدره من السوق. سلوى تلم بيض الفراخ البدره من السوق. والله ده سبانيش اومليت. طب انتوا الاعداد هو اللي مش عارف. شاطر شاطر. مين فيهم الكسبان بقى؟ مين فيهم اللي شاطر؟ انا عايز اعرف. سيبك من كسبان بقى، انا مش خلاص. اوكي طبعا طبعا. لا دلوقتي هشام. يا جماعه انا واكل بيض ومفتقه وفاصوليا. ده ايه اللي انا بعمله؟ ده عايز معلقه. وحس بمحيط الطبق الاول كده وبعده عن بقك. ده ايه ده؟ مش عارفين كده ما فيه لبس ابيض. في حاجه هنشربها في النص ولا ها؟ يا لهوي. ده ايه؟ عرفته. ده في السبوع. مغت. يا ولا يا ولا. طب مين اللي كسب؟ طب مين اللي كسب بقى؟ عشان والله العظيم هيضربوني انا. يا جماعه الاكل حلو حلاوه بجد. تسلم ايدك. والله لا هشام، انت لازم تدوق الفاصوليا. والله انت لازم تدوق المغات. المغات ده خد يا اخويا والنبي دوق المغات. خد عايز تدوق المغات. وادي الفاصوليا لو عايز تدوق الفاصوليا. المعلقه دي يا هشام انت اللي واكل بيها. خد يا هشام دوق الفاصوليا اهي. هو انا ايدي في الطبق؟ حلوه. مفيش زي المغات في التاريخ. مفيش زي المغات المصري. عايز رز. حاضر. يعني ايه مفيش زي المغات المصري؟ وفي مغات في حته ثانيه. ايوه ايوه طبعا. الاردن بيعملوه حلو قوي ولبنان وكل. بس مش زينا بصراحه. طيب هشام صح؟ شيكو. يلا طب ما نفصل بقهوه او حاجه يا جماعه عشان زي محلات البرفانات كده. ده مثلا امسك هشام اعمل ايه؟ لا بس بكلمك ناحيه الصوت. الطبق اللي جاي لهشام لشيكو. ها اهو انت كده فرغه وانت تشوف. امسكه فرغه. ايوه ايوه فضيه بقى. شوف بقى بسهل لك المهمه من غير ما ما تتكش قوي. لا تكون حاجه. والله اهو. بص يا هشام، هو مشهور في جنوب مصر. وهو كان بيتباع قدام المدرسه دايما، ما اعرفش ليه. والله. وكنا بنلعب بيه كوره صح. او بنفتح بعض. وده صوته وقع الصوت في الطبق. حط. طب والله انا برنس ولا بامانه؟ برنس. لا لا برنس. كايه كبني ادم عموما. حطه في الطبق كده يعمل وقع صوت. وهو مش بيض. دوم ولا ايه؟ ايوه برافو. دوم. برافو. انا برنس ولا لا؟ برنس البراميس كلها. انت ده دوم سته. ده قال هون. طب انا عايز اهودقه ازاي؟ ده ما دقش. ده مجرد ما مسكه. انتوا كنتوا ناويين يدوقوا ازاي برضه؟
يعني انت لو مكاني كنت هدوه على فكره عشان تبقى عارف. هدوه ازاي؟ لازم انت بتقدر تكسره ده دلوقتي؟ عارف تقدر؟ عارف انا كنت فاكره بيض في الاول بيكسر ماسك البتاعه بايده كده بيعمل كده. قلت له خفت لا يكون بيض، قلت له مش وش هتتفقش في ايدك. طب احنا فين بقى دلوقتي؟ احنا في ده، خلينا في ده. يا صلاة النبي يا صلاة النبي. خد اهي الصلاة والسلام. ايه ها شويش بقى ونقرب الطبق من بقنا عشان البدله ما ايه. يعني اللي انت قلتيه ده ممكن اقول كده في حاجه؟ لا ما خدتش حاجه. انت ما اصطادتش؟ ما اصطادتش ملوخيه ولا ايه؟ ده انت هتوقع البدله وهتنيل الدنيا. ايه ده؟ عرفتها يا لهوي. خدت بالك من ما اصطادتش دي؟ ايوه ما اصطادتش. ايوه ايوه عرفتها من غير ما ياكل. استنى انت مستحيل ما تكونش عرفتها لحد دلوقتي. مش شامم اهو؟ لا يلا مش شامم. امسك كده. طب هات الشماه من غير ما تتكلم، ايه رايك؟ الله، هات الشماه من غير ما تتكلم. لا طبعا. انا دايما دايما بطلب البيتزا بيها. انشوجا. شكرا. لا 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 انا لا مستوى الولاد لا مش عالي قوي. عالي قوي على البرنامج. لا مش قادر. الولاد ولا انا بامانه؟ انا عايزه مسابقه مليونير. طيب انت طبقك يعني منين؟ انت فاكراني انشوجه مع مفتقه في يوم واحد اكلهم مع بعض؟ كلوا انشوجه ومفتقه مع بعض خبيزه وعسل وطحينه وبصاره. هو احنا عندهم 10 اطباق؟ ايوه. طيب انا الحمد لله هربت من الدوم. الحمد لله عرفت من اول ده. واكل بيض كمان. خد بالك ده سته. امسك بقى، هات ايديك على جنب ايديا. ايوه ايوه كده. هات ايديك جنب ايديا. هو يا شوف هو هياكله ازاي. انا ما اعرفش ده عايز ايه. عايز حاجه اكل بيها. لا انا مش. طب ما تجرب تدخل صباعك كده في الطبق. ريحة. ايه بحبه ما يستطعم الاول. بيخلص الطبق الاول بعدين ده هشام بقى. مش هقدر اقول لك ده بقوليات ولا خضار. ماشي. لكن هو ليه اسم باللغه الاجنبيه مشهور جدا لانه بيستخدم كمز في بعض الاماكن. ايوه. وليه اسم مصري جميل جدا وهو مصري وهو حاجه مش مطبوخه يا هشام. اوكي. طب لونه اخضر. هو مش مزه، هو مقبلات بره. طب بيتعمل ازاي بره بقى لو شاطر؟ بيتعمل وخلاص. ها بيتشوي وتاكله تاكله بقشره كده وترمي القشر في طبق لوحده. انا باكله بالقشر دلوقتي. فول حراتي. بابا لا 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 العيال جامده. اوبا يا جماعه دي لعبتي. والله انت اللي شقي. انا عمال اتلف علينا وما بكلتيش ولا حاجه. والله ما انا باكله يا اخويا كتير قوي في البتاع ده. انا اتقر على اهلي من كتر الاكل. طبقك نمره 7 اللي هو مين ده؟ بس انا يا جماعه برضو ستيل بقول لك شايف هشام لازم تدوق الفاصوليه. حضرتك هات ايديك. استنى اقول لك كده. خطيره صح؟ شويه زيت قدامك. بس اللي عجبني قوي بجد الموجات. كان حلو قوي الموجات. حلو. شيل. ايوه هو عشان تحس بالطبق بوريه لك. مش مهم انا احس، انا عايز اكل. حاضر يا بيبي. اوكي اتفضل. ده ممكن بالمعلقه وممكن بالشوكه اللي يريحك. انت بتحف كده كده حلو كتير. ها ماشي ماشي. ده اول حاجه اكلتها. ده انا مش متاكد هو ايه يعني. بس انا متى يعني هو حاجه سهله قوي زياده عن اللزوم صح؟ ميه ولا ايه؟ لا ايه حاجه سهله. هو يعني هي اقول لك في ودنك طيب ولا ايه؟ قول في ودني. غلط ها؟ ايوه صح؟ مش صح؟ لا كده بقى ده غش. لا غلط طبعا. ده غش. اول مره تاكله. انا اول مره مش خلي بالك انك بتغرب بالمعلقه. ده غش على شيء. فكره ما ينفعش تقوله صح. يعني انا قلت لك ساعتها ان انا عارف ده كذا. لا مش عارف ده ايه. لا والله والله ما انا ده. لا يمكن تكون ما اكلتوش قبل كده في بيتكم. طب اشرحوا لشيكو. قولي يا هشام كده. طب هو في اللي انا قلت لك عليه اللي هو ايه؟ بصل. ايوه. هو يعني مثلا ما يحبسش ان انت تاكل منه كتير بالليل ولا بالنهار. كرومب ولا ايه؟ لا قرنبيط.
لا هو بيتعمل رينجز بصل؟ مش الرينجز بقى اللي يا راجل انت بصل؟ ده مكون هو في بصل ما هو ده اللي انا عرفته من ايوه كويس بس انت بتاكل كده بصل بقيته ايه مش عارف طب ما تاكل بقى بالمعلقه قطمه كبيره عشان تشوف ممكن يبقى حاجات تانية ده بيحف يا ابني كانها مغرفه والله ما اعرف ده ايه وحياه ربنا لا والله ده ايه لا انا عايز حد بروفيشنال يا جماعه معلش مش عارف والله ده تدوي ايه هو اتفضل اوعى طيب اوعى انت نيلت ماشي. الدنيا بالبتاع اللي قدامك ده بجد عمال تفتف عمال تفتف وحالتك حاله هل هو مثلا استنى اتفضل شعرية مثلا دي معلقة هشام ماشي ولا ماشي هشام عادي معلقة هشام عادي ايوه من ايدي انا بقى ما تديليش تاني بقى المعلقة دي تصدق يلا اخص عليك لا انا قفشت وهمشي طب استنى انا كده حاطط كتير هموت ها كلت معرفهاش ولا لا عرفتها بس هي مش معموله حلو لا والله اللي هي ايه كشك ايوه صح بس ما بحبوش خالص والله عمري ما اكلت لا ما تقولش كشك مش معمول كنا سقف يا جماعه معلش بس هو فعلا سقف يا اولاد ميرسي شكرا لا انت بتتكلمي يا شيكو بياكل كشك كل يوم صح انا ما باكلوش خالص مش عبقري بس عنده حق طيب مين اللي بعد كده شيكو اني طبق يا اولاد مش عارف ايه يا لهو عليكم استنى اوكي مين اللي هيدوق انا ايوه حبيبه انتوا لابسين البتاع ده مش شايفين انا مش شايفه من غير ما البس اي حاجه اساسا طب ما تلبسي عشان يبقى ده المبرر استنى اتفضل بيشمها بشم من النوع دماغي هتضرب فول استنى بياخد وقت هي باظت ولا حاجه بايظه قوي في الهدوء ها يا ترى ايه ايه مش ممكن منديل والنبي قولي لي بيدوق كم مره قبل ما يجي معلقتين 3 9 لا يا هشام لازم تفكر عشان ما اقولش بقى بكليات بيتعشى الاول بعدين يبدا يفكر في السؤال استهبلنا انا وانت ايه بقى هي خضار يا هشام طبيخ يا هشام بلغه بتاعتك بس كده لا في ناس تاكلها بالعيش في ناس تاكلها مع الرز شكلها غريب باميه تقريبا باميه صح هي باميه بس بامية. مش باميه حاجه باميه هي ويكا صح لا باميه ايه باميه بايه قلت ويكا انا انت قلت ويكا ويكا انت اكلت شوكة طبعا ايه الويكا دي؟ خلاص الويكا دي كلتها مره واحده في حياتي عند محمد فضل في البيت واحنا صغيرين والله والله انا قلت باميه وخلاص ادوقوا الويكا الويكا إيه؟ بقى اللي هي ايه اللي باميه متقطعه باميه من الجنوب استنى هغير لك المعلقه قلت مش عارف ايه خد دي شوكه وانا جامد قوي يا جماعه ولا انا استنى انت جامد جدا مش قادر اهدي معلقه اللي في ايدك هو انا تخين قوي ولا انا مش عارف لا ما تقولش كده ايه ويكا فعلا عرفتها يعني كلبانية يعني هي لا لا بس متقطعة بطريقة في ناس تاكلها بالليمون دي عشان بتتنشف باين الاول بس فبقى بامية في الاخر طيب تمام انا النقطة دي عندي ها تشاب ايديك ايوه يلا زغنن ايوه اتفضل فين مش عارفة انت حاول بقى تشوف دي عايز معلقة ولا عايز ايه مش عارفة دي زيتي مننا خلاص شوف انت دور على المعلقة وشوف هعمل كلها ايه خدتش حاجة انت ما خدتش حاجه غالبا مش هتحتاج جهاز الشوك انت بتختبريني عرفت الدوها هشام ولا لسه بيعمل زيك ابتدى يتعلم اسمه ابتدى يتعلم ده هو بيتباع في الشارع اوكي بيتقشر لما تشتريه ساعتها صح؟ لا لا ايه؟ لا ده حاجة تانية اللي بتقشر ده حاجة تانية تعالي اقول لك فودني لا عارفة مش اللي انا قصدي عليه؟ طب مش المفروض كده خسر يا جماعة؟ اه صح؟ اه طيب
تساعديها تشوفها يعمل ايه. انت متحمل طيب قوي. متحمل كتير. قلبك متحمل كتير. والله الحمد لله. الحمد لله. ده هيخلص الصبح برضه جري في حتتي للاسف. استنى بس شويه يعرفوا ولا لا. خدوا خدوا كل يا عشان ابن ناس زياده عن اللزوم اصلا. مش اللي انا قصدي عليه. لا مش من خمس حروف. لا ده عن نخله. لا ايوه عن نخله. مش نخله شجر يعني. على الشجر. مش عارفه. لا والله. بقى انت ما كنتش بتاكل ده يقع في المدرسه من الشجر؟ توت ولا ايه؟ لا مش توت. لا ايه اللي كان بيقع في المدرسه؟ بس احنا كان عندنا في المدرسه شجر التوت. احنا كان بيقع عندنا توت ومنبوزيا. تعرفوا المنبوزيا؟ ما تعرفوش المنبوزيا؟ ممكن يدوقها اهو. ده خلاص دوق وما نشوف يمكن. امسك يا شيكو. خد يا شيكو اهو. ايه يا ابني مالك؟ هو انت انت حاطه حاجه على عينيكي برضه زي بديها لك اهي. ايه ده الشكل ده؟ هو شبه الحرنكه. هو النبء ده. برافو برافو يا جماعه بقى يا جماعه. لا مش قادر بجد. انا كنت فاكره حرنكش بقى. لا يا ابني الحرنكش ده قوطه. قوطه إيه صغيره. النبء يعني؟ ده بلح يعني. لا هي مالوش اي. هو من الذين كده عم كده. ايوه ايوه كان بيتفعس. شوف شكله بس كان بيقع في المدرسه ويتفعس. صح العيال تدوس عليه. ايوه اتفعس في المدرسه. طيب مش مصر المدرسه كانت في طريق صح ما كانش عندهم شجر. اه والله شيكو اهي دي صح اهي شيكو. اخر حاجه اخر ايتم. حلويات بقى المفروض اخر حاجه ولا ايه؟ ان شاء الله. هي وظروفها. من ريحته عارفه خلاص. بظروفها والله جت كده. يا ترى ايه؟ هو بقى اللي انت مش عارفه. هو اللي انت افتكرته التاني. حرنكش؟ ايوه. من غير من ريحته يا جماعه. بس فظيع الحرنكش. فظيع. ده انا بموت في خد. هاتي واحده. هاتي واحده. خد خد عين اهو. ايه ده كل ده عين؟ هاتي دي حمرا حلو قوي. طيب ادونا سكور بقى. الله مش عارف تقريبا في العشر طباق بتوعي تقريبا انا جايب 15 نقطه او حاجه كده. خلاص انا هفرج عنكم دلوقتي وهنرفع الهيد فولدر ده ولا الهيد بلايند فولدر ده ولا بتاع ارفع. ايوه تعالوا بقى. اتفضل. ياه انا عايزك تدول القلقاس. ها لا مش عايز بلاش. ده لا القلقاس. هو ده ايه؟ هو القلقاس ده ايه يا جماعه؟ انا عايز اشوف بقى شكل الخبيزه عشان ده ايه؟ ايه ماشي. دي البصاره. دي موجات. ايه ده البصاره اللي هي متغطيه دي؟ دي الباميه عشان اللي فيها كمان مش عارف في الشكل كمان. هو مفتح مش عارف. مش دي باميه؟ هو مستحيل لو يعني يعني مفتح. لو اشوفها كده مستحيل اعرف. مش هتكلم. لا انت انا مش هتكلم. لا انت لورد. دي البصاره. احنا عقبال ما تيجي الفقره اللي بعد كده دي البصاره اهي. ماشي هنعلن السكور. ادونا لقمه نغمس العسل والطحين عقبال ما تعلنوا السكور. حرنكش ده ايه ده؟ فول حريت هشام شرح صح وقدر يجيب اربع نقط. ها دول قلاس. شيكو لا شرح صح وقدر يجيب ست نقط. والله والله يعني خربت بقى 6 4. والله ده شرف كبير ليا ان انا اجيب 4 نقط من شيكو. والله ده ظلم. ده بالنسبه لي ظلم بصراحه. لا بس انا مش بس انا مبسوط بالاكل. بس انا مبسوط بالاكل. برافو هشام. كل فاصوليا دي ملوخيه. هاتوا يا عيال شويه عيش. انتوا كل ده ده ملوخيه عسل وطحينه عقبال ما نحضر الفقره الجايه. بقول لك هي اصلا بين مستحيل اعرفهم من اشكالهم. بين الملوخيه والسبانخ. هعمل لكم لعبه ثانيه ما فيهاش اكل. ماشي بس ما تلهطوش كل اللي قدامكم. اوكي. يلا جاهزين؟ جاهزين. اوكي. المج ده في ايه؟ دلوقتي بقى هعمل لكم ماتش. اتوتروا. اتوتر. مباراة. ايوه. انا اصلا ما بحبش العب ماتشات؟ لا ما بحبش العب حاجات لعبة فردية عشان انا ما بحبش الخسارة. لا والله ده انت ده انتوا 1 تو 1 دلوقتي قدام بعض. انا بحب الخسارة دلوقتي. دلوقتي هحببك في الخساره. هختبش. انتوا قاعدين تقولوا احنا اصحابنا ايام ما كنا مش عارف ايه كليه الهندسه وبلياردو مش عارف كوره. ماشي. خلاص يعني اذا تعرفوا كويس بعض جدا. طب انا هختبر هذه المعلومات. يلا اوكي. ايه يا هشام اكتر هديه شيكو ممكن يحبها؟ بازل.
كيلو بازل كده كبيره ايه اوكي علم صح يعني. صح انا بحب البازل اوكي مدمن. ايه اكتر هديه هشام ممكن يحبها؟ ايه اكتر هديه هشام ممكن يحبها؟ بقى انا نفسي مش عارف مش انا مش هو شخص غريب هذا فعلا يعني مش عارف. لا بس هشام بيبسط بحاجات اصلا ممكن تبقى بسيطه يعني ممكن عنده كذا حاجه يعني ممكن لو جبت له مثلا طبق سوشي كبير جدا ممكن يبسط قوي. اه والله فاهم اه والله يعني بتهيألي دي ممكن تبسطه. ايه المسمى الوظيفي اللي كان عند شيكو قبل ما يبتدي الشغل الفن؟ المسمى الوظيفي؟ يعني ايه مسمى وظيفي؟ يعني بيشتغل ايه؟ باشمهندس هشام. ايه؟ باشمهندس هشام. في ايه متواصل خطايا اخصائي مهندس اخصائي كان او وظيفته كانت ايه؟ كنت في ايه في كنت سوبرفايزر في مش سوبرفايزر لا المهندس مهندس موقع ما توافقوش مش عارف ما تقولش مهندس موقع ها صح في لا خسرت. طيب هو بقى كان ايه مسماه الوظيفي قبل ما يشتغل في الفن؟ هو كان شيفت انجينير في فندق في شرم الشيخ صح. استرقيت بعد كده بس ماشي ايوه بس قبل الفن صح 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 يبقى هو شايف واحد صح. واحد واحد من صفر. اكتر حاجه بتلفت نظر هشام في البنت؟ والله لو معرفة. بالسلف بالسلب ولا بالايجاب ولا باي حاجه؟ اي حاجه لو عندها حسن لو عندها حسن ممكن تقفله جدا تقفله جدا صح. دي حاجه. طيب بقى يعني. خليها بالايجاب بقى مش يعني تلفت نظر بس احنا مش قايلين مش هيتجوزها ما هو متجوز كده. هو الحسنه فعلا مشكله والحواجب ايوه ده يعني انت هتعتبر دي ده سؤال اجابه واحده هتعتبر اجابتي صحيحه ولا اعتبرها صحيحه اوكي شكرا. هو في ايه اكتر حاجه بتلفت نظره في البنت؟ هيوحشني هشام هيوحشني جامد عندك. اكتر حاجه بتلفت نظر شيكو في البنت هو شيكو بيحب بنات اللي هم مش حلوين قوي اللي هم بيبقى شكلهم بسيط كده من غير ميك اب صح تمام بحب بنات شكلهم عادي صح اوكي. اكتر لو في مكان لطيف سهرانين فيه كده وفي بنت حس هشام ناحيتها بمشاعر مختلطه اول تصرف يعمله ايه هشام؟ مش هيقول لحد طبعا هيكتم خالص صح. طيب نفس السؤال هنا شيكو في مكان ويحس بمشاعر مختلطه ناحيه بنت هيعمل ايه؟ لو قلنا له عليها يعني لو قلنا له عليها هيقفل منها مش هيقرب لها خالص. لو قلت له ان هي اللي بصلها هو اللي باصص لها طول ما هو حاسس ان ما حدش واخد باله هيحاول بعدين بقى بعد ما بقى بطريقه ثانيه بعد ما تقوم ما يقوم او بقى لا بعد ما هي تمشي هيجيبها يدور عليها بطريقه ثانيه. انا على فكره عشان كده تقريبا ما اتجوزتش لغايه دلوقتي من انا بتعرف على الناس كلها في ظروف انا عايز اتعرف على واحده في ظروف عاديه جدا اشوفها كمان يقدم عادي بعدين يبقى في حاجه. لكن فكره ان حد يظبطني يعني هم مثلا براتاتهم كلهم يا ابني تعالى يا ابني اظبطك تعالى نخرج مش عارف ايه بالنسبه لي خلاص اتعرف على واحده بصيغه ان احنا نتجوز دي زيرو. طيب بما ان علاقتكم طويله يعني عمرها طويل ايه اول هديه جات له من بنت؟ لا مش اكيد مش عارف لان انا هو يعرف بنات قبل ما انا اعرفها. غلط صح؟ غلط هو ما جاوبش اصلا. ايوه ما جاوبش يبقى غلط يبقى غلط طبعا. طيب يعني ايه طيب؟ يعني مش عارف اول هديه جات له من بنت في كل الذكريات دي طب ما نعرفه كان عنده 17 سنه كان يعرف بنات قبلها ازاي انا اصلا مش عارف يعني انتوا كنتوا قد كده هو مش عارف هو مش عارف انت مش عارف مش فاكر يعني لا انا فاكر كان في هديه كده اللي هي بتبقى عارفه اللي هي القلب اللي بيقسموه لا اله الا الله محمد رسول الله عارفه ده مشهور قوي تقريبا ده كان اول حاجه امتى بقى مش فاكر الصراحة. يبقى هو ما جاوبش لا لا هو خسر طبعا ماشي خلاص هو مش عارف يجاوب خلاص تعادل. اول هديه جات له من بنت خسرت انا طبعا مش عارف. طيب انت فاكر؟ انا مش فاكر لا لو ان ده انتوا ضايعين ايه ده؟ ضايعين. طيب اول اغنيه حب اول اغنيه حب عليها يعني مثلا كان بيسمعها وهو بيحب واحده ايه الجو ده؟ كانت ايه؟ مش مراهقه قبل ما تتجوز خلاص مش احنا كنا كبار كنا في الجامعه على فكره لما عرفت كان في الجامعه بس هشام كان بيحب اسمه ايه ده قوي اسمه ايه ده هيطلع واحد راجل كان بيسمع اغاني واحد هشام كان بيسمع اصله فتره كده فتره الجامعه دي كان بيسمع كله اغاني رجال اغاني عربي بس اسمه ايه ده اللي هي مش مصري لبناني يعني تلج ورعد وبرد وريح وائل طبعا وائل صح طيب وانت
اول حاجه هو سمعها اول اغنيه حب انت يعني. انا بحب على اي اغنيه، انا بحب الاغاني اصلا. بتحب على الاغنيه؟ انا يعني انا عشان انا مودي جدا وبحب المزيكا جدا، فممكن اغنيه اصلا تخليني احب واغنيه تخليني ازهق يعني. انا بسمع اغنيه بتاثر فيا. ايوه بس برج السرطان كده. الواحد لما يكون بيحب ويسمع غنوه بيفتكر لو بعد 20 سنه هو جاوب غلط على عمره. هو جاوب غلط طبعا. انت عارف حاجه ليه؟ هو طاير طاير يلعب بيض الفاير. اصل احنا الجيل بتاعنا ده ما بيحبش على الاغاني، مش رومانسي. مش بتاع الكلام ده. لا رومانسي بس ما بيحبش في فيسبوك بقى وفي طيب. حاجات تانية. هاي فايف كان في هاي فايف. هشام مين اكتر لعيب بيحبه شيكو في حياته؟ عبد الشافي، محمد عبد الشافي ده حقيقي. طيب وانت مين اكتر لعيب بيحبه هشام؟ مين اكتر لعيب بيحبه هشام؟ بيحبه لعيبه كتير. اكتر واحد قديم؟ اكتر واحد قديم انت بترد عليه عشان بتغششه؟ لا اصل هي صعبه فعلا، اصل في ناس بيحبها دلوقتي وفي ناس بيحبها. بس هو كان بيحب حسام حسن جدا. بحبه بس مش ده برضه بصراحه. شفت؟ يبقى مش عارف. غلط غلط. حازم مش. طيب اوكي، مين اكتر لعيب عالمي بيحبه هشام؟ كلنا دلوقتي بنحب صلاح بتاعي، اكيد بيحب صلاح. حبيبي صلاح. وانت؟ لئيم. كلها. قال الاجابه اللي ما ينفعش يقول بعديها. لا هو اقول شيكو بيحب مارسيلو. هو بيحب مارسيلو. طيب اوكي، ده على اساس انه لعيب اجنبي مش عالمي. بس صلاح عالمي، مصري عالمي. لا ومارسيلو عالمي برضه. ايوه ما انا عشان مارسيلو انا بحبه قوي برضه. وهو نفس مركز عبد الشافي، انا بحبه. الاثنين بيلعبوا كده ليهم ستايل معين بحبه. طيب مين زميله في الفصل في خمسه ابتدائي اللي كان قاعد جنبه على نفس الديسك يا شيكو؟ حماده زاده وعمرو زاده الله يرحمه. صح؟ صح. اوكي، وانت مين زميله اللي كان قاعد في خمسه ابتدائي جنبه على الديسك؟ دويدار؟ طارق فهمي؟ دويدار او طارق فهمي. برافو. طيب مين اكتر مدرس هو درس له وبيحبه؟ مين اكتر مدرس هو درس له وبيحبه؟ اكيد في حد يعني، هي مامته مدرسه اصلا، فاكيد اكتر مدرسه بيحبها. خد سكورات على فكره. بياخد سكورات. برنس معلش. من حته تانية. صياعة. برنس جدا. طيب انت بتحب حد اكتر من ماما؟ لا خلاص 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 يا مهرس، مش هنعتبرها مدرسه يعني. ماليش دعوه، بس خلاص هي دي الرول موديل. طيب وانت بالعكس مين اكتر مدرس درس له وهو بيحبه؟ انت تقول ماجدة موسى. لا مش ماجدة موسى. لا كان عندي مدرس ماث في المدرسه اسمه مجدي حنا، ده اكتر واحد. طبعا في مصر اللغات. في الحريه. في الحريه. امال ماجده موسى ايه؟ ماجده موسى كانت حريه زمان. والله يا حبيبتي الله يرحمها، دي كانت حبيبتي. جميل طبعا. طيب وزنه وطوله كام؟ طوله 176، وزنه ما اعرفش. هشام اصلا، هشام من ساعه ما عرفته هو محافظ على اكله وبيروح الجيم وكده، وهو نفس الشكل ولا بيخس ولا يا مش عارف ما تعرفش. هو يا هشام وزنه حاجه و70 كده في اوائل ال 70. ما ايه حاجه و70 يعني؟ كام و70؟ 71 ولا 79. طب انت هتعرف تقول الوزن يعني؟ هحاول اجيبه. قول. طيب وزن يعني حاجه و70 انت بعرف؟ هو دلوقتي عارف نص سؤال. وزن حاجه و70 وطولك 176 ولا اقل شويه يعني؟ قال صح ولا غلط؟ غلط طبعا. غلط. 174. طيب 174 يبقى فاهم. قول بقى انت عليه وزنه ايه وطوله ايه؟ طوله 180. صح. وزنه طن 180 تقريبا. والله تقريبا صح. 160 تقريبا حاجه كده. 160 1000 يعني. 160 1000 يعني يعتبر حل صح ولا؟ حل صح. طيب ماشي. ايه اكتر حلم حلمه هشام بجد؟ حلم جد يعني، حلم اتكرر. حلم اتكرر؟ لا في حاجه مش حلم يعني، هي بتتكرر معايا انا وهشام وفهمي بقى من واحنا صغيرين. 11 11 دي بتتكرر معايا. يعني ايه؟ يعني احنا بنشوف الساعه 11 11 دي انا وهشام وفهمي من واحنا يعني كل ما الساعه تبقى 11 11 بنبص في الساعه. لازم نبص في الساعه احنا الثلاثه، ودخلنا على النت بصينا لقيناها حاجه عالميه. هي فيها حاجه تبع الانرجي بتشدك للحاجات كانك خلاص مع الطبيعه. انت عارفه احنا قعدنا مش لاقيين لها سبب، لدرجه ان احنا في سنه من السنين حسام وابراهيم لما جم الزمالك قلنا خلاص يبقى هي دي 9 حسام واتنين ابراهيم بيلبسوا كده 11 يبقى هم دول، مش لاقيين اي تفسير. 11 11 مشهوره جدا على فكره. لا وطلع في ناس كتير كده.
لو النبي بقول لك هي الثالث حاجه ليها علاقه بالانرجي بتشدك ان انت طب اعمل لنا مزيكه اللي هو رعب. طيب احنا صدقوا بقى بيقول لي جوه ان دلوقتي حالا دي الدقيقه ال 11 من الفقره. لا والله طبعا دي والله العظيم سبحان الله والله انتوا خوفتوني ياما. طيب اكتر رقم هو حافظه بتاع مين؟ رقم تليفون بتاع مين هو حافظه؟ اكتر رقم تليفون حافظه اكيد رقم مراته دلوقتي ورقم مامته. مش زي مش شرط. لا شرط. مراتي وخلاص لو جه يضربه بالارقام ينسى. هو هتقوله لا هقول لك انا 010 لا لا ما تقولش الرقم. لا طبعا مش هقول الرقم بس اكيد مراته اكيد مامته. عارف في ارقام انا ما اعرفش ارقام اخواتي. لا أنا في ارقام لازم اطلعها يعني خلاص اختي واختي وكده وكده بس مش حافظه الرقم نفسه. لا انا حافظ ارقام كتير عشان اصلا جبت الموبايل متاخر جدا. كنت رافض في الاول يبقى معايا موبايل. ما كان فكره ان انا بقى الناس تعوزني تلاقيني وانا كنت تافه يعني عادي. يعني انت عارف 98 99 فبعد كده جبت 2003 فالفتره دي كلها كنت حافظ كل ارقام اصحابي على طول. اكتر رقم هو حافظه رقم فهم سهل قوي. يلا نقوله. يلا. وفي ناس في ناس تحفظ الارقام بتسميها يعني الارقام تبقى شبه خمسه شارع الجنايني جنب الدخاخن يعني فيقول الرقم بكده بالطريقه دي يطلع يتحفظ. والله انا كان عندي رقم كده الساعه 7 وربع مع 6 و 44. سؤال هيحسم العمليه. انتوا دلوقتي متعادلين وحلوين وتحبوا بعض. طب حلو. مين اكتر لعيب في الاهلي بيحبه هشام؟ مين اكتر لعيب في الاهلي دلوقتي موجود بيحب هشام؟ عشان الاثنين زملكاويه. الاثنين زملكاويه دلوقتي او زمان يعني مش لازم. حسام حسن في الاهلي اكتر لعيب جه في الاهلي بيحب. بس ده زمان. زمان. انت قلت زمان. بيسال دلوقتي. ماليش دعوه. بيحبه كلاعب ولا بيحبه شخصيا؟ انا مالي بقى بيحبه كلاعب طبعا. في ناس بقى اعرفهم شخصيا بحبهم جدا. ايوه كلاعب طبعا. كلاعب؟ احمد فتحي. صح. اوكي وهو مين اكتر لاعب اهلاوي بيحبه؟ احمد فتحي برضه. احمد فتحي. لا والله ايه يا اختي ده توأم توم. لو احمد فتحي اتحب بصراحه. احمد فتحي ما ينفعش حد ما يحبوش يعني. لو طالع رحله للفضاء لنيزك عشان يفجره قبل ما يضرب الارض يعني النيزك جاي يضرب الارض وهو طالع يفجره وقدامه يختار حد يطلع معاه من اتنين انت او شيكابالا ممكن ياخد مين؟ ياخدنا انا. صح؟ مش هاخد الجوز طبعا. الاثنين اصحابي بس ولا هاخده هو ولا شيكابالا. امال لا لو سمحت السؤال كده. لا ما تحورش السؤال عشان السؤال بيقول لك تاخدني ولا تاخد شيكابالا. اختك ولا اخد شيكابالا؟ لسه محتار بينك وبين شيكابالا. بس بشوف مين يعني اصل انت هتفجر نيزك فاهم محتاج ايه؟ فاهم يعني ايه رحله للفضاء؟ فاهم انت محتاج معاك ايه؟ ده انا وهو بس هتفجر نيزك يا ابني فكر في سفينه فضائيه. ايوه لسنين. ايوه بس في الاخر هدفك من الرحله ان النيزك يتفجر فاهم؟ ايوه فمحتاج حد يفجر النيزك. ايوه فكر 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 كويس لان حسابك عسير. شيكابالا برضه مغري. حسابك عسير معاه. لذيذ ومسلي وهنهزر كتير. هاخد شيكو خلاص بقى يعني لتاريخه بقى. هاخد شيكو. طب وانت هتاخد مين؟ نفس السؤال. انا اقول له ياخد مين؟ ايوه لا انت ايوه هو اللي يقول لنا. ها اخد هشام. هتاخد ايه؟ لابسه 22 سنه هكمل بيه. يا اولاد والله هكمل بيه. طب اعمل نتيجه تعادل. مش قادره الحقيقه اوقع بينكم او اضرب اسفين الحقيقه. مش لاقيه سؤال لي موت الحركات. طب ما نطلع متعادلين ايه المشكله؟ ايه؟ نطلع متعادلين. لا عارف في الاعلام لازم نقعد نضرب اسفين في بعض ونعمل حاجات ونتولع. شوف لنا سؤال كمان وخلاص. لا خلاص طيب اخر سؤال عشان ضربات جزاء بينالتي 5-5. ماشي محمد مزيكا. ايوه طيب. اكتر ممثله عالميه هشام بيحبها شيكو. معرفش. لا والله. والله اجابه خاطئه المفروض تعرف. لا معرفش فعلا. هشام هو اكتر ممثله ما يعرفش. انا بقول لك اللي بيحبها شيكو يقولك. اكتر واحده مين؟ مين؟ سكارليت يوهانسون. غلط؟ غلط. ايه ده طلعوا متعادلين برضه. والله يا دينين. طب مصريه اساليه مصريه. مصريه؟ انتوا متحملين مسؤوليه الردود؟ اوكي قديمه. مين؟ قديمه 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 ده كده حلو؟ ماشي اوكي. اكتر ممثله بيحبها هشام قديمه شاديه. ايوه الحمد لله. غلط. غلط؟ بحبها جدا. عارف لو قلت قديمه قلت انا هقوم اقطعكم.
غلط. شيكو اكتر واحده بيحبها شادية. غلط برضه. متعادلين. مديحه كامل. اه مديحه كامل برضه. ايه؟ انا مديحه كامل اكتر. انت مديحه كامل وانت ايه؟ مديحه كامل برضه. انت جيتت قوي مش ممكن. لا ما هو ما لهم كده وخلاص حبيبي يا شومو. طبعا الارواح اما تتصفى والله العظيم فوله واتقسمت نصين. الحمد لله. مش فوله واتقسمت نصين قوي، ربع وثلاث ارباع. والله العظيم بحبكم قوي. والله العظيم احنا قوي قوي. ونفسي ان شاء الله يعني تكتروا شويه من الشغل الفتره اللي جايه عشان عدد الاعمال اللي عاملينها قليل جدا. اه والله ده البلان بتاعتنا فعلا. وان شاء الله لما افضى شويه كده لازم امثل معاكم، خدوني معاكم بدور بليز. انت بعتينا بقى في قلب امه وقلنا لك وبوسنا ايديكي كان يوم انت ايه ده بس الفيلم على اسمك قلب امه. حبيبي لا والله انا مبسوطه جدا ان انتوا نورتوني النهارده. الله يخليكي. بحبكم قوي وعارفه ان الناس بتحبكم قوي واستمتعوا بيكم جدا. الحمد لله يا رب. وبليز جو اون وكملوا وخليكم نشيطين ومصحصحين، ما تقعدوش في الفيلم 3 سنين تكتبوه. لا ايوه صح والله صح. صح صح. ومستنيين طبعا مسلسل في رمضان ان شاء الله. ان شاء الله ينجح، ربنا يكتب له كل النجاح. نورتوني يا حلوين. ربنا يخليك يا رب. حبيبتي يا يوسف.